السلام عليكم شباب، ان شاء الله احنا هنكمل رحلتنا مع دبلومه الاي اف ار اس. النهارده هنتكلم في موضوع من الموضوعات الحيويه اللي هي بتتكلم على الجروب اكاونتنج، او اللي احنا بنسميها الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت، اللي هي القوائم الماليه الايه؟ المجمعه. القوائم الماليه المجمعه. القوائم الماليه المجمعه عندنا الكتاب بتاعنا او بي 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 لما اتكلم عليها في شابتر، من شابتر 20 لغايه شابتر رقم 24. حد يعرف من 20 ل 24 يعني يساوي كام شابتر؟ حد عداها؟ خمس شباتر يعني يساوي 500. احنا ان شاء الله عايزين نخلص رحلتنا في الخمس شباتر دول الخاصه بالايه؟ الجروب ايه؟ الجروب اكاونتنج. ان شاء الله الجروب اكاونتنج بشكل عام لما تيجي تحصر المعايير اللي بتتكلم عليها هتلاقي في معيارين في الاي اي اس بيتكلموا عنها بيتناولوا الجروب اكاونتنج، وفي حوالي اربع معايير هنشوفها لو الذاكره ما خدتنيش. اربع معايير موجودين في الاي اف اس. في الاي اس عندنا معيار 27 دون 7 ومعيار رقم 28، دول بيتناولوا بشكل او باخر الجروب اكاونت. وفي الاي اف اس عندنا معيار رقم 3 وعندنا معيار رقم 10 وعندنا معيار رقم 11 وعندنا معيار كمان رقم 13. دي المعايير اللي هي تقدر تقول ان هي بتتناول الجروب ايه؟ الجروب اكاونت. يبقى احنا النهارده عندنا عايزين نتكلم عن حاجه اسمها الجروب اكاونتنج، المحاسبه عن المجموعات، او بيطلق عليها احنا الدارج عندنا بنسميها ايه؟ الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت، اللي هي القوائم الماليه المجمعه. الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت دي خلي بالك جزء اساسي في الامتحان. السؤال الاول في الامتحان عندك في دبلومه الاي اف ار اس، اول سؤال هيجي لك في الامتحان هيبقى في الكونسوليديشن. السؤال ده هيبقى عليه 25 درجه. ملاحظه هامه جدا، بيبقى خطا شائع عند البعض بيعتقد ان الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت هو توبيك مستقل بحاله بيجي في الامتحان، لكن لا، خلي بالك هو ما بيجي لك الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت ما بيبقاش الامتحان بيور في الكونسوليديشن بس، لا لا خالص، بيبقى معاك ايه كمان؟ يحط لك حته في البنشن مع السؤال، حته بنشن، ممكن يديك مع السؤال حته في الليز، ممكن يجي لك مع السؤال حته في مثلا في الامبيرمنت وهكذا. يعني اللي انا اقصده ايه يا جماعه؟ ان امتحان سؤال الكونسوليديشن بيبقى فيه موضوعات اخرى مع السؤال نفسه. ده معناه ايه؟ انك اما تيجي تشتغل الكونسوليديشن المفروض تكون مذاكر بقيه الموضوعات، تكون مذاكر بقيه الايه؟ الموضوعات، لان احنا اللي هندرسه هو التكنيك او الاسلوب ازاي نعمل الكونسوليديشن. لكن التوبكس الاخرى اللي هي زي البنشنز والليزز والامبيرمنت والحاجات دي انت بتبقى درستها في ايه؟ في معايير ايه؟ في معايير اخرى. فكان واجب التنويه على النقطه دي قبل ما نبدا نشتغل ان شاء الله ايه في الكونسوليديشن. النهارده هنبدا في الجزء النظري، الخاص بالجروب اكاونتنج، وده هيبقى تمهيد او تسميه فرشه يعني للي جاي ان شاء الله كله. خلي بالك انا عندي هبدا النهارده ان شاء الله بشابتر، ان شاء الله يعني بشابتر 20، هنبدا بشابتر 20 دلوقتي ان شاء الله. في جزء نظري بيتكلم على مجموعه من الديفينيشنز. بعد ما نخلص الجزء النظري والمجموعه من الديفينيشنز هنخش على طول في شابتر ايه؟ 21. شابتر 21 بقى نبدا نخش ايه في الجد ان شاء الله. دي المقدمه بتاعت موضوع النهارده، نبدا ان شاء الله كده ايه بسم الله ونكمل الشغل بتاعنا. تعالى نتكلم ونقول ايه اللي بيحصل في الشركات اللي هي المالتي ناشونال او الشركات متعدده الجنسيه او الشركات الكبيره بشكل عام. الشركات الكبيره، وهنا احنا بنتكلم عن الشركات المساهمه اللي هي الكوربريشنز، الشركات المساهمه. الشركات المساهمه عاده بيبقى بتميل ان يبقى في عندنا حاجه اسمها انفستور. انفستور ده اللي هو المستثمر. وفي مرحله اخرى الانفستور دوت ممكن نسميه الاكواير. الاكواير، خد بالك عشان بنظبط المصطلحات مع بعض. الاكواير دوت يعني اللي بيستحوذ، المستحوذ يعني. الانفستور او الاكواير دوت بيعمل ايه؟ بيروح يستثمر في شركه. لما يستثمر في شركه، الشركه اللي بيستثمر فيها بيسميها الانفستي، يعني الشركه المستثمر فيها. ولو هيستحوذ عليها بنسميها الاكوايرين. الاكوايرين يعني الشركه المستحوذ عليها. يبقى انا عندي هنا في طرفين، طرف اسمه الانفستور او طرف اسمه الاكوايرين، وفي طرف ثاني اسمه ايه؟ اسمه الانفستي او الاكوير. لما بيجي يستحوذ، احنا هنا بنتكلم عمليه الاستحواذ او عمليه الاستثمار. هنفترض او بنتكلم ان انا اسهم او شركات، يبقى هتكلم هنا على حاجه اسمها الاوردينري شيرز. الاوردينري شيرز هنا اللي هي الاسهم العاديه. ليه بتكلم بقول الاسهم العاديه؟ لان عاده الاسهم العاديه بيبقى مرتبط بيها حاجه اسمها الفوتنج رايت. فوتنج رايتس يعني ايه؟ يعني حقوق التصويت.
يعني حضرتك لما تيجي تستثمر في شركه، وانت بتستثمر في شركه عن طريق انك بتشتري اسهم في هذه الشركه، الاسهم اللي انت بتشتريها بتديك حاجه اسمها حق التصويت. حق التصويت يعني ايه؟ يعني انك بتشارك في اتخاذ القرارات. طالما بدات تشارك في اتخاذ القرارات، اذا اصبح الانفستور دوت ليه شكل من اشكال التاثير. التاثير هنا هنسميه يعني الانفلونس، التاثير على الانفستي. يبقى الانفستور طالما اشترى اسهم عاديه، وهذه الاسهم العاديه مرتبطه بحاجه اسمها الفوتنج رايتس او حقوق التصويت، اذا بيفترض ان ليه درجه من التاثير على الايه؟ على الانفستور. طب درجه التاثير دي هنقيسها ازاي؟ والمعالجه المحاسبيه هنعملها ازاي؟ فهنعمل الخط ده حضرتك كده. افترض ان الخط دوت يمثل الاونر شيب بيرسنتج. افترض ان الخط ده يمثل الاونر شيب يا جماعه، بيرسنتج يعني نسبه الملكيه. وافترض ان نسبه الملكيه هتبدا من زيرو وتنتهي عند كام في الميه؟ 100 100%. قال لك ايه؟ قال لك والله بص حضرتك، انت حسب نسبه ملكيتك. يعني ايه؟ يعني لو انا نسبه ملكيتي عند 50% 50% اور مور، يعني اكتر من 50% كمان، مش 50% 50% فيما فوق، يعني ايه اللي هيحصل؟ قال لك طالما انت نسبه ملكيتك 50% او اكتر، معنى كده ان حضرتك عندك كنترول. عندك ايه يا فندم؟ كنترول، عندك سيطره او تحكم. والكنترول ده مش كلمه كده نقول كنترول ونسكت، لا لا لا، ده كلمه ليها تعريف، وتعريف هنقوله كمان شويه بالتفصيل. يبقى ليك سيطره كنترول، وبتنشا العلاقه هنا. طالما في كنترول، العلاقه بين الانفستور والانفستي هتبقى علاقه بين البيرنت. البيرنت يعني الشركه، البيرنت اللي هي ساعات نسميها ليها اسم دلع تاني اسمها الهولدنج، بس الدارج معانا اكتر هيبقى البيرنت. وتنشا علاقه بين شركه بيرنت وشركه يسموها يا جماعه سبسيدري. سبسيدري يبقى العلاقه بين شركه قابضه وشركه ايه؟ وشركه تبعها. وطالما حضرتك ليك كنترول، واصبحت العلاقه بين المستثمر والمستثمر فيه اسمها بيرنت وسبسيدري، يعني شركه قابضه وشركه تابعه، اذا انت مطالب انك نعمل معالجه محاسبيه، حاجه بنسميها الفول كونسوليديشن او الكونسوليديشن فاينانشال ستيت. هنعمل فول كونسوليديشن. هنعمل يا جماعه فول ايه؟ فول كونسوليديشن. كونسوليديشن يعني هنعمل قواعد ماليه ايه؟ مجمعه بالكامل. وده على فكره المعالجه المحاسبيه بتاعتها لو الدكتوره ما خانتنيش هتبقى وفق الاف اس رقم كام؟ رقم 10. يبقى حضرتك كده احنا عرفنا امتى هنعمل ايه؟ امتى هنعمل عمليه الايه؟ الكونسوليديشن، لما يبقى نسبه الملكيه بتاعتك فوق ال 50%. وخد بالك نسبه الملكيه هي بتفترض، خد بالك بريسيوم، بتفترض ان طالما فوق ال 50% ليك كنترول. هنشوف ان في حالات تانيه ممكن نسبه ملكيتك تكون فوق ال 50% بس مالكش كنترول. ينفع؟ اه ينفع. وبعدين قال لك ايه؟ قال لك لو انا عندي نسبه الملكيه من 20 ل 50%، من كام يا جماعه؟ خلينا نقولها من 20 لكام؟ من 20% لغايه ال 50%. ايه اللي هيحصل هنا؟ قال لك لو انت نسبه ملكيتك من 20 الى 50%، فهذه الحاله هيبقى ليك هنا حاجه هنسميها significant influence، يعني تاثير جوهري. significant ايه؟ significant هنسميها كده significant influence، يعني تاثير ايه؟ تاثير جوهري. يعني ايه تاثير جوهري؟ يعني عندك القدره انك تاثر على القرارات الماليه والتشغيليه للشركه المستثمره فيها. انت مش بتتحكم بس عندك تاثير، تاثير جوهري. لو انت عندك تاثير جوهري، العلاقه اللي هتنشا هنا في هذه الحاله هتبقى علاقه بين البيرنت، او مش عايز اقول بقى كلمه البيرنت، هتبقى علاقه بين الانفستور هيبقى اسمه مستثمر، والشركه المستثمر فيها بقى هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها اسوشيت. يعني اسمها يا جماعه اسوشيت، اسوشيت يبقى اسمها كده اسوشيت، يبقى اسمها ايه؟ اسوشيت. ولو هي اسوشيت يبقى انا هسيب حالي، هشتغل بحاجه اسمها الايكويتي ميثود. حاجه اسمها يا جماعه الايكويتي ميثود، اللي هي طريقه هجوم الملكيه، طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله، ليها شابتر لوحده الايكويتي ميثود، بطريقه الايكويتي ايه؟ الايكويتي ميثود. وبيتكلم عن الكلام دوت معيار الرقم لو الذاكره ما خدتنيش هيبقى اي اس 18. طيب يبقى انا عندي كده عرفت امتى ان انا هشتغل فول كونسوليديشن، وعرفت امتى هشتغل بطريقه يا جماعه الايكويتي ايه؟ الايكويتي ميثود. طب لو نسبة الملكية بقى أقل من 20%، لو نسبة الملكية إيه؟ أقل من 20%. أقل من 20% يعني إيه؟ يعني أنا بمتلك هنا 10% 15%، ماليش تأثير بصراحة، أو تأثيري ليتل، أو تأثيري يا جماعة ليتل. فهنقول لك إيه هنا؟ هنقول لك لو نسبة الملكية أقل من 20% فهذه الحالة هقول لك يبقى أنت عندك ليتل، ليتل انفلونس، يعني تأثير ضعيف، أو
نو، ما فيش اصلا تاثير، ما فيش عندنا تاثير اصلا. طب طالما احنا ما عندناش تاثير هنعمل ايه بقى في هذه الحاله؟ اعمل ايه؟ ولا حاجه. انت مشتري ايه؟ انت مشتري اسهم، الاسهم دي بالنسبه لك كانها انفستمنت. طب ايه يعمل ايه يعني؟ قال لك خلاص هتعامل معامله السنجل انسترومنت، يعني كانها اوراق ماليه عاديه. سنجل انسترومنت يعني اوراق ماليه عاديه خالص، انت اشتريت استثمار. طب السنجل انسترومنت دي الاوراق الماليه العاديه بتاعتك اللي انت اشتريتها دي هنعالجها وفقا ليه؟ انا مش عارف. لا هنعالجها وفقا بقى للمعيار اللي خدناه بتاع زمان ده اللي قعدنا فيه بتاع ثلاث اربع محاضرات، فاكرين ولا لا؟ اي فور اس ماشي، اه الف اي فور اس 9 ماين بقى اي فور اس انت 30 بتستثمر بالظبط كده، هتصنفها بالظبط، تصنيفها هيبقى اسمها ايه؟ فاينانشال اسيتس ايكويتي انسترومنت. يعني انا بشتري اسهم هصنفها فاينانشال اسيتس ايكويتي ايه؟ انسترومنت. واضحه ليا يا فندم ولا لا؟ فهي لو فاينانشال اسيتس ايكويتي انسترومنت، عاده الفاينانشال اسيتس، عاده الفاينانشال اسيتس ايكويتي انسترومنت بتقيمها بالفير فاليو ثرو بروفيت اور يا جماعه، بالفير فاليو ثرو بروفيت اور لوس، اللي هي الفاينانشال اسيتس ايكويتي، الا طبعا لو انت اخترت الريفوكبل الكشن ان انت تقيمها بالفير فاليو ثرو او سي اي، يعني هتطبق عليها نفس القواعد الموجوده في اي اف ار اس رقم ايه؟ رقم 9. ده السبب اللي خلانا لما بنيجي نشرح، او انا عن نفسي يعني ناس كتير كانوا بيقولوا لي انت ليه اخرت شرح اي اف ار اس 9؟ انا بحب اشرح اي اف ار اس 9 والضم عليه على طول الايه؟ الكونسوليديشن، والضم عليه ايه؟ الكونسوليديشن. دي المقدمه بتاع الدرس النهارده او موضوع الايه؟ موضوع النهارده. تعال نشوف بقى ايه عمنا بي بي اي قال في الكتاب بتاعه كده، نعمل شير مع بعض نشوف الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله. احنا قلنا شابتر كام يا شباب؟ الشير ظهر مش كده؟ اه رئيس الشرطة يلا اه بينا. ظهر اظن شابتر 20. شابتر 20، قلنا شابتر 20 نفتح كده مع بعض شابتر 20. انا اهي خلاص كده الشابتر طلع معانا، نظبط الاداء بقى ان شاء الله. دكتور لو سمحت كان عندي سؤال على الورقة الأولانية، ممكن أقوله دلوقتي ولا بعدين؟ سؤال عليا يا فندم؟ على الصورة بتاعت الورقة الأولانية بالنسبة لمعيار معيار 28 اللي هي الشركات We started by اللي هي شركات زميلة ومشاريع مشتركة. بلى يا فندم. انا سؤالي بس بخصوص المشاريع المشتركه، لو انا عندي مشروع لا 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 في على الشهر المشاريع المشتركه جايه في شابتر لوحده، جايه في شابتر لوحده. اه يعني كل اسم حضرتك ايه الاول؟ محمد انور. اول مره معانا دي؟ اول مره لك؟ اول مره. اه مظبوط. بص يا محمد، الورقه اللي انا عاملها دي حضرتك كده اللي انا عاملها حضرتك دي شايفها ولا لا؟ شايف ده كده؟ صحيح. كل حاجة من دي حضرتك هتتشرح بالتفصيل، بالتفصيل ما عدا ده، ما عدا اللي هو بنزين وال 20. عارف ليه مش هنشرحها بالتفصيل؟ لأنه شرحناه، لأن شرحته اتشرح قبل كده، شفته على اليوتيوب. اه أي حاجة من دي حضرتك جاية بالتفصيل، بالتفصيل. يعني إيه؟ يعني الفول كونسوليديشن دي ليها اتنين شابتر شغالين فيها هنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله، والإيكوتي ميثود دي ليها شابتر لوحده هنتكلم عليها بالتفصيل، واللي انت قلت عليها دي الكلمه اللي انت قلتها دي اللي انا مش عارفها، الترتيبات المشتركه دي انا مش عارفها ايه، جايه برضو بالتفصيل في شابتر لوحده، جايه برضو في شابتر لوحده. تمام، ميرسي جدا ليك، شكرا جزيلا. بنرسم لحضرتك بس الخريطه، بنرسم لحضرتك. تمام ميرسي. استاذ مصطفى محمد، انت رافع ايدك، عندك طلب ولا حاجه؟ يلا بينا نبدا خلاص شغلنا. يلا شباب زي ما اتعودنا احنا بنشتغل من الكتاب مباشره عشان ما حدش يبقى تايه. 20 الموضوع عندنا بيتكلم هنا كلمه كونستيتيوشن هنا ايه؟ يعني تاسيس او اساس الايه؟ الجروب. اما يبقى في جروب ايه التاسيس بتاعها او بتظهر ازاي؟ خش على طول يلا بينا. طبعا هنا بيديك الاستادي جايد، ده الاستادي جايد ده يا جماعه وفقا للاي سي سي اي، الاي سي سي اي هو اللي بيحدد الحاجات دي اللي علينا في مقرر في المنهج. جروب اكونتس، يلا بينا نشوف مع بعض جروب اكونتس. قال لك فاست فورورد، قال لك ماني لارج بزنس كونسيست اوف سيفرال كومبانيز كنترولد باي وان or central administrative company. أول ما يقول كلمة controlled يبقى تعرف إن العلاقة هتنشأ بين مين ومين؟ بين بيرنت و بيرنت وسبسيدري. أول ما تشوف كلمة control نقصد بيبقى يقصد هتكلم على طول يبقى بيرنت، ساعات يقول لك بيرنت أو holding الاثنين نفس المعنى عندي. قال لك يبقى خلاص يبقى معنى كده إن هي subsidiary. أنا بقى لما يبقى في شركة بيرنت والسبسيدريز بتاعتها الشركات التابعة الاثنين دول مع بعض بنسميهم إيه؟ جروب. بنسميهم الجروب. يبقى بقول لك الجروب accounting نقصد البيرنت والإيه؟ والسبسيدريز. introduction. قال لك there are many reasons for the business to operate groups. في اسباب كتيره بيخلي الشركات اللي هي تشتغل في شكل جروب يعني.
for the goodwill associated with the names of the subsidiaries. يعني انا ممكن اشتري شركه ثانيه عشان الشركه الثانيه دي ليها goodwill. يعني انا كشركه investor اروح اشتري شركه اخرى عشان فيها goodwill. اوكي ده سبب. السبب الثاني ممكن يكون for tax or legal purpose, يكون لاسباب قانونيه او اسباب ضريبيه and so on, يعني واسباب اخرى يعني. قال لك in many countries company لو ريكواير ذات القانون بيتطلب الريزلت اوف ذا جروب شود بي بريزنتد از هول. اه لازم نعرض نتيجه الجروب از هول. از هول يعني هنعمل حاجه اسمها كونسوليديتد فاينانشال ستيت. unfortunately is not possible simply to add all the result together as this chapter and this following will teach you how to consolidate. يقول لك طبعا بيبقى مش من السهل انك تجمع. ما هو انا ممكن اقول لك القوائم الماليه المجمعه تقول لي يا عم دي سهله, ما احنا نجيب القوائم الماليه بتاعت البيرنت ونجمعها على بتاعت السبسيدري ونخلص. قال لك لا, العمليه مش بالسهوله دي, العمليه فيها شغل وفيها تفاصيل شويه. هو بيقول لك الشابتر دوت والشابتر الجايه هتعلمنا ازاي نعمل عمليه الايه؟ الكونسوليديشن. وخلي بالك بيفكرك تاني الجروب كومبانيز معناها مين؟ معناها ان انا بتكلم على بيرنت وايه؟ وسبسيدي. بتكلم على بيرنت وسبسيدي. خلاص بعد ما خلصنا الباراجراف ده ما تقراهوش تاني. بعد كده بيقول لك ايه المعايير اللي بتتكلم عندنا؟ انا قلت لك وانا بشرح في المقدمه, تعال نشوف كده انا قلت الكلام ده ولا لا. اه هم اتنين اي اس 27 و28 وطبعا هنتكلم عليهم ما تقلقش. احبش اقعدك انك تقعد تحفظ ال يعني ارقام المعايير دلوقتي وانت واحنا بنشرح هتعرف المعايير وتعرف اسمه ومين يدور ان شاء الله. الاي اف ار اس بزنس كومبانيشن ده انا كنت شرحت جزء منه كبير, لو الذاكره ما خانتناكش او ما خانتنيش انا كنا شرحناه مع الانتنجبل اسيتس. لو انت نزلت على اليوتيوب بتاعنا هتلاقي فيه جزء انا شرحت فيه الاي اف ار اس بزنس ايه بزنس كومبانيشن, شرحنا منه جزء كبير جدا. لو ارجع اسمع المحاضره بتاعته موجوده على اليوتيوب. هنتكلم عن الكونسوليديشن فاينانشال ستيتمنت اي اف ار اس رقم 10, وهنتكلم كمان على الجوينت ايه ارينجمنتس اللي هو اي اف ار اس رقم 11. ده اللي زميلك كان بيسال عليه السؤال قلت له بعدين جاي ان شاء الله. هنتكلم على الفير فاليو ميجرمنت اي اف ار اس رقم 13, ده موجود على فكره ده موجود في شابتر بتاع 10, شابتر 10 موجود عندنا في شابتر 10 مع الفاينانشال انسترومنت. ده برضه هنشرحه ان شاء الله بعدين بالتفصيل ان شاء الله. المهم دي المعايير مع بعض. في الاخر بيقول لك ايه عشان ما يتعبناش, بيقول لك ان المعايير دي في بينها وبين بعض حاجه اسمها اوفرلابنج. اوفرلابنج يعني في تداخل, في تعريف ومفاهيم مشتركه. فالمؤلف عمل لنا حاجه ظريفه جدا بصراحه عجبتني انا منه. عمل ايه؟ قال لك احنا عشان في اوفرلابنج تعالى ناخد مع بعض الديفينيشنز اللي هي تبقى موجوده في كل معيار. ياخد مع بعض ايه الديفينيشنز اللي هي موجوده في كل معيار. هو ركز اكتر على ال 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 في الشابتر دوت على الايه الستاندرد ار اول كونسيرند وذ ذا ديفرنت اسبيكت اوف جروب بات ذير از سام ايه اوفرلاب. اوفرلاب معناه تداخل في المعايير, تداخل في المعايير. فيبدا المؤلف هنا يديك ايه مجموعه من التعريف الديفينيشنز اللي احنا واحنا شغالين بعد كده هنستخدمها. يعني انا لما اجي اقول لك كنترول, انا عارف انك هتقول لي كنترول يعني رقابه. لا 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 لا, كنترول مش يعني رقابه, ده كنترول ليها معنى وليها ديفينيشن. لما اجي اقول لك يعني ايه ولا سيطره, دي اللي انت بتقوله ده معناها ترجمه. انا تعمدت اقول كنترول رقابه لان واحد بيترجم جوجل او سيطره. لا لا لا, الكنترول ده ليه ديفينيشن وليه كاريتيريا معينه لازم تتوافر ولازم تكون عارفها عشان ممكن تيجي لك في سؤال نظري. نفس القصه يعني ايه سيجنيفيكانت انفلونس, عايزين نقول ايه معناها. الكلام ده من ضمن الديفينيشنز اللي لازم احنا ايه نستخدمها ونعرفها ان شاء الله. تعال نشوف الديفينيشنز بتاعتنا كده. قال لك هنا يو لوك ات سام اوف ذيس ديفينيشن ان مور ديتيل ليتر طبعا, بات يو ار المفروض تكون عارف ايه هذه الديفينيشن. تعال نشوف الديفينيشن بتاعتنا. هيقول لك يعني ايه كنترول, هيقول لك يعني ايه باور. انا الكنترول والباور هاجل تعريفهم دلوقتي, مش هقولهم دلوقتي, هرجع لهم كمان شويه زي ما احنا متعودين. بس خلاص السبسيدري اللي هي ايه السبسيدري والبيرنت خلاص يعني عرفناها طبعا. البيرنت هي الانتيتي ذات كنترولز وان اور مور سبسيدريز, والسبسيدري هي الانتيتي ذات از كنترولد اللي بيتحكم فيها انذر انتيتي. طيب وبالنسبه للجروب, الجروب هي البيرنت والسبسيدريز بتاعتها. طب الاسوسييت بقى اللي هي ايه؟ الاسوسييت دي انا قلتها في المقدمه. الاسوسييت بتبقى علاقه ان في انفستور بس عنده ايه؟ سيجنيفيكانت انفلونس. خلاص احنا قلنا لا, انا بس عديت حاجتين ما قلتهمش, الكنترول والباور, عشان جايين تحت بالتفصيل هنقولهم بالتفصيل دلوقتي. الجدول ده زي اللي انا عملته لك بالظبط, نفس اللي انا عملته. هو بيقول لك هنا سبسيدري لو العلاقه سبسيدري يبقى في كنترول, هنعمل فيه كونسيدريشن طبعا. احنا قلنا لو نسبه الملكيه 50% فيما فوق, ودايما نقول دي بري اسامبشن يعني افتراض, بريسيوم بفترض ان نسبه الملكيه لو فوق ال 50% معناها كنترول. لكن باكد عليك تاني في حالات ممكن نسبه الملكيه تبقى فوق ال 50% ومالكش ايه كنترول. نفس القصه بالنسبه للاسوسييت سيجنيفيكانت انفلونس, وقلنا دي بنعرفها بنسبه الملكيه لو من 20 ل 50%. وباكد عليك تاني ان النسبه دي بتديك بريسيوم بتفترض
ان انت ليك تاثير، لكن ممكن نسبه تنفيذك تكون اقل من 20% وبرضه ليك تاثير جوهري، وهنقول الاكزامبل بتاعتها ان شاء الله. لو انت بقى نسبه ملكيتك قليله خالص فده بيسمى انك اسيت هيلد فور اكسريشن اوف ويلث، يعني انت بتحتفظ بالاصل عشان تحقق ثروه. اكتب كده جنبها لو انت بتذاكر ان الكتاب معاك كتاب يقصد بيها ان هي سنجل، يقصد بيها ان هي سنجل فاينانشال انسترومنت، ودي بتعالجها وفقا للمعيار بتاع اللي هو اي فور اس رقم 9، اللي هي في الغالب هتعالجها بالفير فاليو ثرو بروفيت اور لوس، او لو انت عملت ريفوكبل الكشن انك تقيمها بالفير فاليو ثرو او سي اي. الكلام ده اتشرح بالتفصيل. بعد كده هيبدا يتكلم واحده واحده بقى، يتكلم على انفستمنت ان سبسيدريز. خلاص بقى انفستمنت ان سبسيدريز، انا قلت سبسيدريز يبقى بتكلم العلاقه اللي نشات. طب علاقه ايه يا شباب؟ هتبقى علاقة كنترول. هتبقى علاقة ايه كنترول؟ قال لك a subsidiary is an entity that controlled by another. خلاص خلصنا من القصة دي، ولازم يكون في ايه كنترول. الموست كيسز بقى في معظم الحالات it will involve the holding company. holding company او البيرنت، الشركة القابضة بتمتلك الماجوريتي. طالما ماجوريتي يعني بتتكلم فوق ال 50%. the ordinary shares in the subsidiary قال لك to which no. عادة بقى ايه، شوف هنا قال لك ايه، قال لك ال ordinary shares. ليه قال لك الاسهم العادية؟ انا قلتها دي في المقدمة. ليه قال لك الاسهم العادية؟ فاكر؟ لان الاسهم العاديه عاده هي اللي بتديك حق الايه؟ حق التصويت. دي قلتها في المقدمه بتاعتنا صح. وطالما بيديك حق التصويت معناه ان عندك القدره انك تاثر في القرارات او تاخد قرار. بس خلي بالك احنا قلنا there are circumstances في بعض الظروف او الحالات when the parent may own only a minority. في بعض الحالات ممكن البيرنت يمتلك minority voting power إذا subsidiary. بس مع الرغم من كده بط يعني ايه؟ ها هيجي عكس اللي قبلها بقى. بط the parent has still ايه يا جماعه؟ has control. هنتكلم كمان شويه اكزامبل الكلام ده. يبقى خد بالك افهم من كده ايه؟ ان النسبه اللي احنا بنقولها دي نسبه ايه؟ افتراضيه. مش افتراضيه، هي نسبه حقيقيه. نسبه الملكيه فوق ال 50% دي نسبه حقيقيه، بس انا بفترض ان هي بتديك انديكيتور مؤشر او بتفترض معايا ان انا ليك ايه كنترول. لكن يجوز ان حالات اقل من نسبه المكان 50% يبقى عندي كنترول. اي سؤال دكتور؟ هو انفستمنت ان سبسيدري المفروض هنا يبقى ازاي كنترول؟ مش انفستمنت يبقى زي السنجل؟ لا يا كابتن، لا يا كابتن، لا 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 لا. بص حضرتك انت كده ايه؟ بص شايف انت دي؟ تمام يا فندم. انت شايفها ولا لا؟ في كل الاحوال الراجل الانفستور ده بيعمل شكل من اشكال الايه؟ بالشكل الاشكالي ليها هو بيعمل استثمار صح؟ الاستثمار بتاعه بقى ممكن يكون في شكل ايه؟ فاينانشال اسيتس انسترومنت عاديه صح؟ تمام. وممكن الاستثمار بتاعه يبقى في شكل اسوسييت، بيستثمر في اسوسييت يبقى اسمه انفستمنت اسوسييت. وممكن الاستثمار بتاعه يبقى فين؟ سبسيدري، يبقى اسمه انفستمنت سبسيدري او انفستمنت ان اسوسييت او انفستمنت ان فاينانشال انسترومنت. ماشي يا كابتن؟ هي اسوسييت هنا يعني ايه يا ريس؟ ايه اسوسييت يعني زي شركه كده ايه؟ شقيقه مشتركه. خليها شقيقه. بس هي الفكره في ايه برضو؟ اسوسييت معناها، بص يعني انا مش عايز اترجم، ما بحبش الترجمه كتير قوي. اسوسييت معناها ان الانفستور ليه ايه؟ significant. الشركه اللي انفستي لي بيستثمر فيها تعتبر اسمها ايه؟ اسوسييت. ماشي؟ تمام. يا رب بقى شقيقه تسميها زميله، تسميها افليت دي زميله، في مسميات كتيره يعني. تمام يا فندم. طيب خلاص خلصنا دي 1.4. الاكونت تريتمنت طبعا require a parent to present consolidated financials. الشركه البيرنت بقى هتعمل كونسوليديشن دي وانها خلاص which is a financial statement of the parent السبسيدري اللي هي القوامله بتاعه البيرنت والسبسيدري، وبنعملها كانها ايه؟ كانها سنجل ايه؟ سنجل انتيتي. يعني ايه سنجل انتيتي؟ هنتكلم عليها ان شاء الله المحاضره الجايه لما نيجي نبدا نخش في خطوات الكونسوليديشن. يعني بعمل قائمه مجمعه بجمع فيها البيرنت والسبسيدري وكانهم سنجل انتيتي، وكانهم جهه ايه؟ جهه واحده او شركه ايه او شركه. اي سؤال حتى الان؟ شكرا. المؤلف رد عليك بقى يا استاذ احمد، بيبدو ان انت كنت داخل متاخر يا احمد ولا ايه؟ لا والله يا ريس داخل من بدري اهو. انفستمنت ان اسوسييت اهي بقى. اما اقول لك اسوسييت بقى ما تقوليش يعني شركه شقيقه. لو على فكره لو انا بعمل لك انترفيو وجيت اسالك اقول لك يعني ايه انفستمنت ان اسوسييت وقلت لي اسوسييت يعني شركه شقيقه، مش هتاخد الدرجه بتاعت السؤال في الانترفيو. ماشي؟ عارف ليه ولا لا؟ لانك لازم تقول لي ايه؟ significant influence.
لازم تقول لي كده ان بيبقى اسوسييت لما الانفستور بيستثمر في انفستي ويبقى ليه حاجه اسمها ايها سيجنيفيكانت ايها انفلونس. قال لك this type of investment sometimes less than subsidiary but more than a simple investment. The key criteria هي حاجه اسمها السيجنيفيكانت. وكلمه سيجنيفيكانت كويس يعني تاثير جوهري لو انت بتترجمها برضه مش يعني هي تاثير جوهري. ما انا بقول لك سيجنيفيكانت انفلونس تقول لي تاثير جوهري يا بنت بتترجم. انا مش عايز ترجمه ابوس ايديك. تقول لي يعني ايه؟ يعني عندي القدره ان انا اثر في القرارات الماليه والتشغيليه للشركه اللي انا بستثمر فيها. فقال لك ايه هنا بقى؟ ها قال لك ذا باور تعريف ده تكون عارفه بقى. سيجنيفيكانت انفلونس معناه ايه؟ ذا باور تو بارتيسيبيت القدره ان انا بشارك in the financial and operating policies سياسات decisions قرارات السياسات المالية والتشغيلية of an investee للشركة المستثمر فيها. هي مش control أو joint control يعني لا control ولا joint control. ماشي كده؟ joint control دي على فكرة بتوقف حاجة اسمها الشركات المشتركة. كلمة joint control مش عارف هتيجي هنا ولا لأ. joint control معناه ان احنا الاثنين ما فيش حد فينا عنده كنترول من التاني. يعني عشان ناخد القرارات لازم ناخد القرارات بحاجة اسمها موافقة جماعية. دي جوينت كنترول هنتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على جوينت ارينجمنت. يبقى في حاجة اسمها جوينت كنترول. جوينت كنترول معناه ان في اتنين ليهم كنترول. طالما يعني طب هو في منطق ان في اتنين يبقى ليهم كنترول؟ المفروض الكنترول يبقى الواحد بس. قال لك اه ممكن يبقى الاثنين ليهم كنترول وده معناه ان عشان ناخد القرارات لازم الاثنين يوافقوا. يبقى القرارات هنا ناخدها بالاجماع. ده كلمة الجوينت كنترول جاي ان شاء الله بعدين. احنا قلنا بقى امتى بنفترض البري اسامشن بتاعنا امتى تبقى الملكية؟ من كام لكام؟ من 20 ل 50. من 20 يا جماعة من 20 ل 50%. قال لك هي لو هي 20% او مور من الفوتنج باور بيفترض. قال لك بص قال لك هنا ظهر معايا كلمة اللي كنت بقول عليها اتس بريسيومد ان الانتيتي هاز سيجنيفيكانت بيفترض unless it can clearly demonstrate that is not ذا كيس. الا بقى لو في حالات ثانيه هنشوف كمان حالات ثانيه ممكن يبقى نسبه ملكيتك اقل من 20% ومع ذلك ان انا ممكن يبقى ليا ايه تاثير. ينفع اه هنقول الحالات حال هنقول الحالات حال. طيب significant influence can be presumed not to exist بفترض ان هو مش موجود لو النسبه اقل من 20%. صح لو النسبه اقل من 20 unless برضو لو كان في العكس. يعني عايز اقول لك ان نسبه ملكيتك ممكن تبقى فوق 20% وما لكش تاثير وممكن تكون اقل من ال 20% وبرضه ليا ايه ليها تاثير. ده بياكد لنا المعلومه بتاعه الايه بتاعه فكره ان انا نسبه الملكيه دي تعتبر مؤشر وليس هي الاساس عندي. فجي قال لك ايه بقى تعالى نشوف الحالات اللي المعيار اي اس رقم 28 قالها لك بالتفصيل اللي ممكن تديك ايفيدنس ان انت يبقى ليك تاثير. على سبيل المثال مثلا نفرض يا اخي انا مستثمر. احنا مثلا ونفترض مثلا شركه عبد الله بتستثمر في شركه احمد. شركه احمد بس عبد الله عنده ممثل في مجلس الاداره. طبعا لو انا ليا ممثل في مجلس الاداره الممثل الموجود في مجلس الاداره هيساعد لان طبعا عارفين المفروض بورد اوف دايركتور هو اللي بياخد القرار. فطالما انا ليا ممثل في مجلس الاداره يبقى عندي برزنتيشن اون ذا بورد اوف دايركتور. في هذه الحاله ممكن يبقى ليا تاثير. انا عندي القدره ان انا بشارك في اتخاذ القرارات الماليه والتشغيليه. طالما انت بتشارك في اتخاذ القرارات الماليه والتشغيليه ده مؤشر ان هو يديك ايه؟ يديك تاثير. اصلا ممكن تكون الشركه اللي انا بستثمر فيها ناخد مثال مثلا الشركه اللي انا بستثمر فيها انا اللي ببيع لها الحديد. هي شركه مقاولات وانا بستثمر فيها بنسبه 15% بس انا المورد الرئيسي للحديد والاسمنت. تفتكر هيبقى ليها تاثير على الشركه دي ولا لا؟ الاجابه هيبقى ليك تاثير طبعا لان انا بعمل ماتيريال ترانزاكشنز بعمل معاملات هامه مع هذه الشركه فده ممكن يبقى ايه يبقى نفس القصه. في بعض الاحيان في شركات كتيره ممكن يبقى عضو مجلس الاداره عندي انا في الشركه بتاعتي هو السي اف او في الشركه اللي انا بستثمر فيها. او العكس ممكن يكون عضو مجلس الاداره اللي انا بستثمر فيها هو السي اف او في الشركه اللي عندي. يعني في تبادل في المناصب الاداريه بين الشركتين. ده يديك مؤشر. ده يديك ايه يا جماعه؟ مؤشر. ممكن مثلا الشركه اللي انا بستثمر فيها مثلا بتشتغل في الاي تي. وانا اللي بوفر لها السوفت وير بتاع الاي تي والكلام ده فبرضه متوقع ان انا يكون ليها تاثير ايه؟ يكون ليها تاثير عليها. يبقى في مؤشرات اخرى ممكن تدي لك انديكيتور ان في عمليه يا جماعه في تاثير
او في قدره على ان انا اعمل حاجه اسمها سيجنيفيكانت اي انفلونس. المؤشرات دي بتاعتنا نقراها كده بسرعه، انا قلتها نقراها تاني كده تشوف قلتها صح ولا لا. يبقى انت ليك تمثيل في مجلس الاداره، بتشارك في اتخاذ القرارات الماليه والتشغيليه. بتعمل حاجه اسمها ماتيريال ايه، ها ماتيريال ترانزاكشنز. ماتيريال ترانزاكشنز زي ما قلت لك بنبيع الاسمنت والحديد للناس دول، انا المورد الرئيسي بتاعهم. يبقى في انترتشينج اوف مانجيريال بيرسونال. قلت لك ممكن انا السي اف او عندهم يكون هو عندي السي او، او العكس المدير الشيف اوبريتنج اوفيسر عندي يبقى هو عندهم، وهكذا. يبقى في تبادل في المناصب الاداريه بين الشركتين. او ان انا ممكن اعمل لها بروفيجن اوف اسينشال تكنيكال انفورميشن. كلمه هنا بروفيجن مش معناها مخصص، لا بروفيجن يعني بوفر لها او بمدها توفير يعني. اسينشال هنا معناها حاجات اساسيه، تكنيكال انفورميشن زي ما قلت لك شركه بتشتغل مثلا سوفت وير معين وانا اللي بديها السوفت وير ده، بديها التكنيك بتاع الموضوع دوت، فيبقى ليها تاثير. تاني احنا قلنا لو انت ليك تاثير جوهري بتشتغل بطريقه اسمها ايه؟ الايكوتيميست. خلاص يبقى طبعا الايكوتيميست جايه في شابتر لوحده على فكره، هنتكلم فيها ان شاء الله في شابتر لوحده ازاي بنشتغل في الايكوتي ايه في الايكوتيميست. اي سؤال حتى الان كده؟ خلصنا نقطه رقم واحد في هذا الايه في هذا الشوط. هنخش في رقم اثنين، هيبدا المؤلف بقى يتكلم شويه نظري. احنا نظري لسه ما دخلناش في الكونسوليديشن، الشغل الجد بتاع الكونسوليديشن هيبدا ان شاء الله في اخر المحاضره دي مع بدايه المحاضره ان شاء الله. بس احنا بنفرش من ديك الفرشه كونسوليديشن او في كنترول يعني. حد بيذاكر معانا ولا حد؟ الو، هو بيذاكر بس بصوت عالي. اوكي نكمل. اي فورست 10 كونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت، القوائم الماليه المجمعه. هيبدا يديك فكره طبعا قوائم يا جماعه، طبعا قوائم بناخدها في قوائم فورست رقم 10 جايه ان شاء الله، بدايتها ان شاء الله تبدا معانا الشابتر الجاي. الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت قال لك هي الفاينانشال ستيتمنت بتاعت الجروب، خلاص دي عرفناها. بنجمع بقى، نجمع كل حاجه، نجمع الاسيتس مع الاسيتس، اللايبيلتي مع اللايبيلتي، الايكوتي مع الايكوتي، والانكم والاكسبنس، كل حاجه بنجمعها. وخد بالك الفكره بتاعت التجميع ايه برضه، تعالى اقولها لك دلوقتي عشان هتيجي بعدين، بس ايه نقول حته برضه عنها عشان ندخلها يعني. انا قلت على فكره الحته دي اللي انا هقوله ده قلته قبل كده كذا مره، انت لما تقولها هتفتكر. انا عندي ادي شركه بيرنت، ادي الشركه البيرنت عندها ايه الستيتمنت بتاعتها، وليكن مثلا يعني مثلا الاسيت، الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن. هي عندها هنا ايه؟ هي عندها هنا اسيت، وهي عندها هنا ايه؟ طبعا انا عامل تي اكونت بس لاغراض العرض مش اكتر، بس لايبيلتي، وعندها هنا الايه الايكوتي. وفي شركه ثانيه اسمها السبسيدري. السبسيدري دي نظامها يا فندم هقول لك انا. السبسيدري برضه هي شركه قايمه مستقله بذاتها، عندها الاسيت وعندها liabilities وعندها equity. ادي الشركة. خد بالك بقى الشركة دي السبسيدري هي شركة قانونا من الناحية القانونية هي شركة سيبريت منفصلة، هي شركة ستاند الون يعني شركة واقفة لحالها، هي شركة individual شركة فردية لوحدها. ونفس القصة بالنسبة للشركة البيرنت. الشركة البيرنت نفس الكلام، هي شركة سيبرت منفصلة، هي شركة ستاند الون لوحدها، هي شركة individual. وكل شركة من دول بتطلع معلش يا دكتور الصوت قطع على الستيتمنت اوف اديتك هنا ايه بس ايه الستيتمنت اوف فاينانشال، ايه الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن. طيب نفس القصه ممكن نعمل الستيتمنت اوف بروفيت اند اذر كومبريسيف انكم، نفس القصه يبقى عندي الستيتمنت اوف كاش فلو. يعني كل القوائم الماليه كل شركه من دول بتعمل الفول سيت للفاينانشال ستيتمنت بتاعتها. فكره الكونسوليديشن بتقول لك ايه؟ الكونسوليديشن بتقول لك الله، مش الشركه دي بتاثر او بتمتلك اسهم في الشركه دي وعندها عليها قلنا حاجه اسمها ايه؟ كنترول. قال لك قال لك معلش بقى، تعالى بقى حضرتك جمع لي الشركتين دول مع بعض نعمل فيهم ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ هنجمع الشركتين دول مع بعض. لما نيجي نجمعهم مع بعض يعني اخد ده مع ده، يعني ايه على فكره عمليه سهله جدا، يعني اخد الاسيتس اللي هنا هجمعه على الاسيتس اللي هنا،
واخد اللايبيلتي اللي هنا اجمعه على اللايبيلتي اللي هنا، واخد الايكويتي اللي هنا هجمعه على الايكويتي اللي هنا، مش اكتر من كده، مش هعمل غير كده، هجمعهم على بعض مع وجود بعض الاشياء اللي انا شايف ان هي ما ينفعش تتجمع، هنقول عليها كمان شويه. الحاجات اللي ما ينفعش تتجمع ديت، الاشياء اللي ما ينفعش تتجمع ديت باجي اعمل لها بره كده هنا، هنعمل لها حاجه اسمها ادجستمنت. حاجه اسمها ايه؟ ادجستمنت. ادجستمنت يعني تعديلات. في ناس بتسميها ادجستمنت، في ناس بتسميها كانسليشن، كانسليشن، في ناس بتسميها اليمينيشن. كله صح، كله شغال. اليمينيشن يعني مثلا هنلاقي معامله حصلت بين البيرنت وبين السبسيدري، وانا شايف ان المعامله دي من وجهه نظري وانا بجمع المفروض ما تبقاش موجوده، هنحكيها طبعا بالتفصيل. بنعمل احنا عمليه الاليمينيشن دي بمنتهى البساطه هنا في الحته دي كده، واجي اقول ايه، هجمع الاسيتس اللي هنا مع الاسيتس اللي هنا واشوف هل انا في حاجه عملت لها اليمينيشن ولا لا. المحصله النهائيه هتطلع لي في قائمه بقى اسمها ايه؟ consolidated financial statement، دي القوائم المجمعه بتاعتي. انا بقى لما عملت دول كده مع بعض، بص 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 كده دول، وطلعت هنا بصيت لهم وكانهم ايه مع بعض، كانهم سنجل انتيتي، خلاص انا اعتبرتهم شركه واحده، ما انا بجمعهم اهو. وده مفهوم، خد بالك ده مفهوم اقتصادي، ده مفهوم ايه؟ مفهوم اقتصادي، عشان كده يقول لك ده اكونوميك، لان هم من الناحيه القانونيه مستقلين، لكن من الناحيه الاقتصاديه ببص للشركتين. طبعا لو انت بتاخد معايا سي بي اي او سي ام اي، سؤال مشهور كان يجيهم قوي، يقول لك اما باجي اعمل القوائم دي بعمله من انهي مفهوم؟ كان على طول الاختيار بتاعنا ان من مفهوم الايه؟ ايكونوميك وايز. ده سؤال بيجي في مالتي ايه ومالتي تشويس. وضحت يا بيه؟ تخيل كل ده، كل ده بس عشان اعمل ايه؟ اشرح لك الحته دي الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت. قال لك the financial statement of a group in which the assets, liability, equity, income, expenses and the cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of كما لو كانوا ايه؟ single economic entity. Single economic entity، وحده اقتصاديه واحده، كان واحد بس. ده من وجهه نظر ايه يا جماعه؟ اقتصاديه بحته. قال لك when the parent issued consolidated financial statement it should consolidate all subsidiaries، بتجمع كل الشركات تابعة لها سواء كانت فورن او ايه او دوميستيك. طبعا لما بتيجي البيرنت تعمل القوامليه مجمعه، لما البيرنت بتيجي تعمل القوامليه مجمعه بتجمع كل الشركات بتاعتها سواء الشركات موجوده داخل الدوله او خارج الدوله. كلمه هنا فورن يعني خارجيه اجنبيه، دوميستيك هتبقى محليه. طبعا لو فورن هتقابلنا مشكله جامده جدا اللي هي بتاعه ترجمه القوامليه، لان الفور دي بتبقى معموله بعمله اجنبيه، فبتضطر ان انت تعمل لها ايه؟ ترجمه ترانزاكشن. في حاله ممكن تطبق بقى المعيار اللي هو الفورين كرنسي ترانزاكشنز اللي موجود في اي اف اي اس رقم 21 لو الذاكره ما خدتنيش، رقم 21، لكن مش هنتعرض لها هنا، بلاش نكمل. خلاص دي كده، خلاص ما عنديش فيها مشكله. دكتور لو سمحت عايز اقطع حضرتك، بس في ناس بتعمل انضمام دلوقتي للروم، فانا مش عارف اقبلهم ولا اقبلهم. الحضرة تبقى استثناء. طيب هدف المصلحه العامه. الشباب الجديد اللي معانا متابعين يا شباب؟ اكيد متابعين يا دكتور. متابعين يا دكتور مع حضرتك. فاهم يا دكتور مع حضرتك كده احسن على اليوتيوب. الله ينور عليك يا دكتور. تمام يا دكتور. شكرا جدا يا دكتور. احنا غير اللايف كده يا مطر صراحه. خلي الاجازه حضرتك كل خير. وانت شغال معايا يفضل مش موبايل، لو انت معاك لابتوب او معاك ايباد كبير الدنيا هتبقى غير، اكنك بتاخد درس خصوصي على فكره. ربنا يجازي حضرتك كل خير. تمام يا دكتور. لا ادعيني في سرك، ادعيني في سرك. يلا بيه كمل يلا. الله ينور. اتفضل نكمل يلا، خلينا نكمل. بعد اذنك شباب اللي مش محتاج المايك يقفله عشان ما اعملش ميوت اول. IFRS 10 provides definition. عرفك الكنترول بقى، عرفنا عليه كنترول. قال لك الكنترول and identifies the separate element of the control. الكنترول عشان يبقى عندك كنترول بقى، قال لك investor control and investee لو كان عندك. معلش يا دكتور اتفضل. هو انا لسه داخل وانا فاتني كتير؟ لا حضرتك لسه داخل تسمع وبس، ما كده هتعطلنا والله. لا حول ولا قوه الا كده. انت بص يا شلبي انا لسه قابلك حالا، فلو انت يعني مش ممكن تستناها لما تنزل وتسمعها.
تمام يا باشا، شكرا يا دكتور. تعفو. طيب كنا هنقول ايه؟ بقول لك ايه، ما ندخلش حد بقى خلاص. تمام يا ريس، ما ندخلش حد احنا. ان انفستور بقى كنترولز هنا بيتحكم في الانفستي اونلي اوف ذا انفستور هاز اول اوف ذا فولوينج. احنا قبل كده قلنا قاعده يا جماعه الله يكرمك، الناس اللي هي ما بتذاكرش النظري كويس، اي حاجه هتلاقيها في الكتاب مكتوب عليها بولد تعرف ان هي مهمه من حيث النظري، حتى لو ما جاتش في امتحانات قبل. كلام واضح ها؟ حتى لو ما جاتش امتحانات قبل. فيبقى انا هنا لازم اعرف الكنترول دوت عشان يتحقق لازم يتوفر كام شرط. قال لك الكنترول عشان يتحقق لازم يتوفر الشروط التاليه. اول حاجه لازم يكون عندك الباور اوفر ذا انفستي. يعني ايه الباور؟ الباور يعني ايه؟ قال لك معناه ان انت تقدر توجه الانشطه الخاصه بالانفستي. باور، ومش كده بس، الباور دوت بعد كده بيخليك اكسبوجر تبقى متعرض للرايت اوف تو فاريبل ريتيرنز فروم اتس انفولفمنت وذ ذا انفستي. لا ايه الكلام الجامد ده؟ ايه الكلام الجامد ده؟ مش عارف مين اللي استخدم الريزر. الناس الجديده طبعا ليها ملهاش في ال... بص بقى، واحد انا عندي الباور. يعني ايه الباور؟ يعني انا عندي القدره ان انا دايركت يعني اوجه العمليات التشغيليه والكلام ده في الشركه اللي انا بستثمر فيها. مش كده بس، لما الشركه اللي انا بستثمر فيها تعمل ارباح variable returns عوائد متغيره، تعمل خسائر، تعمل توزيعات ارباح، انا كشركه اللي هتاثر، هيبقى اكسبوجر. طبعا هنا اكسبوجر معناه بتتعرض للخساره، رايت معناه ان في مكسب، انا اللي هشيل المكسب او الخساره. ومش كده بس، كمان عندك الابيليتي تو يوز الباور، يبقى القدره انك تستخدم الباور دوت. لان انا ممكن يكون على الورق نسبه ملكيتي فوق ال 50% بس مش قادر اسيطر، مش عارف. لازم يكون عندك الابيليتي. هتيجي كمان شويه في حته من الديفينيشن يقول لك المعيار بيبص ايه، مش الكونتراكتشوال رايت للحق التعاقدي، لا هو بيبص للابيليتي، لقدرتك انك تمارس الكلام دوت. فهنا قال لك ايه؟ قال لك الابيليتي تو يوز الباور، لان ممكن على فكره يكون عندي الباور فوق ال 50% بس مش عارف امارس الباور، ما عنديش قدره على استخدام الباور. يبقى الثلاثة دول مع بعض كده يمثلوا فكرة ايه يا جماعة؟ الكنترول. يمثلوا فكرة ايه؟ الكنترول. كنترول يعني ايه؟ يعني عندي الباور وعندي الاكسبوجر او الرايت للفاريبل ريتيرنز، ومش كده بس، عندي الابيليتي تو يوز الباور. لو انا اللي بذاكر هتعمل ايه عشان ما تنساش؟ تجيب ايه؟ الترتيب مش مهم طبعا، تجيب ايه وتجيب وراها سي. يعني ايه؟ عشان ما تنساهاش، تقول ان انت عندك الباور وبعد الباور عندك ايه؟ الابيليتي تو يوز الباور. بعد ما يبقى عندك الابيليتي تو يوز الباور، استخدمت الباور بتاعك دوت، يبقى الشركه اللي انت بتستثمر فيها او ليك كنترول عليها عملت فاريبل ريتيرنز عوائد متغيره، عملت خساره، عملت ديفيدنت توزيعات ارباح، او هيبقى الاكسبوجر او الرايت هيبقى ليك في الفاريبل. وضحت دي يا شباب؟ اقول تاني؟ تمام. شكرا لحضرتك. ما تنساش الثلاثه دول بقى وتعرفهم، دول يمثلوا لنا الباور. دخل بعد كده قال لك ايه؟ الباور يعني ايه تاني؟ هنقول لك الباور يعني ايه. العمليه سهله. الباور ديفايند معناها ايه بقى؟ عرفها في المعيار. قال لك ايه؟ قال لك هي الاكزيستنج رايتس، هي الحق اللي هي جيفز ذا كارنت ابيليتي، بيديك القدره تو دايركت، انك توجه الريليفنت اكتيفيتيز، الانشطه المرتبطه بالنشاط، سواء بقى انشطه ماليه، انشطه تسويقيه، انشطه بيعيه، انشطه تشغيليه، لمين؟ للانفستي. There is no requirement for the power to have been exercised. قال لك there is no requirement for the power to have been exercised. هنا مفيش هنا متطلبات انك تمارس الباور. الباور في حد ذاته معناه انك عندك القدره. ده الباور. Relevant activity including ايه الانشطه بقى اللي بنتكلم عليها؟ يعني انت بتقول لي هنا relevant activities، ايه الانشطه؟ قال لك انشطه مثلا ان انا ابيع لك واشتري منك بضاعه او خدمه. يبقى في تبادل بيننا وبين بعض، بين الانفستور والانفستي يعني. Managing financial assets during his life، ان انا كانفستور انا اللي بدير للانفستي الفاينانشال اسيت، الاصول الماليه اللي عنده. Selecting or acquiring or disposing of assets، ان انا اللي بختار له او بشتري له الاصول بتاعته، او اللي انا بتدخل في عمليه استبعاد الاصول. كل دي عمليات بيسموها activities، ما تحفظهاش دي. Researching and developing of a new product or product، انا اللي بعمل الار اند دي وبديها له، اللي هي مصروفات الابحاث والتطوير. انا اقصد انا كانفستور والطرف الثاني هيبقى الانفستي. Determining a fund structure،
انا اللي بحدد شكل التمويل. انت عارف التمويل عندنا دي شكلين، يا اما بتمول عن طريق حقوق الملكيه اللي هي الايكوتي، او بتمول عن طريق انك تاخد قرض، فده بيسموه الفند ستراكشر. يعني التمويل هيبقى ازاي؟ انا اللي بس بحدد للشركه اللي انا بستثمر فيها ازاي تاخد تمول نفسها، هل هتمول عن طريق حقوق ملكيه ولا عن طريق ان هي تاخد قروض وهكذا. فالكلام ده كله بيخش تحت مسمى الاكتيفيتيز. لو انت بقى بتاثر على الاكتيفيتي دي اقدر اقول ان انت ليك ايه؟ ليك دي مش ما تحفظهاش خلاص. قال لك in some cases assessing the power بيبقى straight forward. بعض الاحيان يا جماعه عشان تقول الباور تعرف ذلك باور بيبقى مباشر على طول. وده بيحصل ازاي؟ عن طريق ان انت لو عندك الماجوريتي اوف voting rights. لو انت ليك الماجوريتي اوف voting rights يبقى انت عندك باور. انا بمتلك فوق ال 20% فوق ال 50%، طبعا ماجوريتي يعني فوق ال 50%. يبقى سهل جدا، لكن في بعض الاحيان في البراكتس بتبقى عمليه انك تحدد الفوتنج الباور دي بتبقى مور كومبلكس، بتبقى مور يا جماعه كومبلكس يعني. قال لك in some cases بقى the assessment is more complex and more than one factor must be considered. بناخد اكتر من فاكتور يعني. قال لك الاي فرس رقم 10 حدد لك الفولوينج رايتس بقى ذات ايزر انديفيدوال او كومبلكس. يعني الحاجات دي تديك حق انك يبقى عندك الباور، ممكن تكون مجتمع او واحد منهم بس ايه يديك الحق. ايه الحاجات بقى اللي هنتكلم عليها؟ سهله برضو مش محتاجه حفظ. ان انت يكون عندك ايه الرايتس، يكون عندك حق في شكل ايه، عندك فوتنج رايت، عندك حق تصويت او بوتنشال فوتنج رايتس. لا مش فاهمها دي. انا فاهم الفوتنج رايتس. فوتنج رايتس يعني انا راجل عندي اسهم عاديه، والاسهم العاديه دي تديني حق تصويت. لو انا عندي مثلا نسبه 30% 40% 50% بحضر اجتماعات الجمعيه العموميه وبصوت، ماشي فوتنج رايت. لكن ايه بوتنشال فوتنج رايتس؟ نفهمها برضو منها عشان برضو ايمان عندهاش كده. يعني ايه كلمه بوتنشال فوتنج رايتس؟ لو معايا اسهم. ايوه ها صح. لو انت كنا خدنا زمان ايام الشباب ان انت في عندنا في كونفرتبل تفتكر لو تفتكر لما فما كنت بشرح لك في الايرنج برشير اي اس رقم 33 قلنا ان في حاجه اسمها البوتنشال كومن ستوك او البوتنشال اوردن شيرز اللي هي الاسهم العاديه المحتمله. افرض واحد عنده مثلا اسهم ممتازه قابله للتحويل لاسهم عاديه، او عنده سندات لون بيسموها لون او بونز قابله للتحويل لاسهم عاديه. فهي ما هي لو اتحولت لاسهم عاديه هيبقى ليه تاثير على فكره. فعشان كده هو استخدم هنا مصطلح بوتنشال فودنج اي رايتس. قال لك بعد كده في الرايتس تو ابوينت، عندي الحق ان انا اعين او ري اساين او ان انا اوزع او انقل او ارفض ممبرز اوف انفستي كي مانجمنت. انا اللي بعين المدير العام هنا او مدير الاداره هنا او السي اف او هنا. ده يديك طبعا الايه كل ده يديك حاجات الحقوق. الرايتس تو ابوينت او ريموف انذر انتيتي ذات دايركت ذا ريليفنت اكتيفيتي. فكره الرايتس تو ابوينت او ريموف انذر انتيتي ازاي دي؟ ذا دايركت ازاي؟ مش فاهم ازاي رايت. انا فاهم ان الرايت تو ايه؟ ها؟ تو ريموف. لو احنا انا ممكن شركه ثانيه انا مستعد ممكن ارفض. لو انا عامل تعاقد مع شركه تقدم لي خدمه. ايوه احييك يا بيه. بص بقى الاولانيه ديت انا كانفستور الشركه اللي انا بستثمر فيها عندي القدره ان انا انقل السي اف او ارفده اعينه ماشي. طب ايه بقى انتيتي؟ انتيتي ازاي؟ افرض انا كانفستور بستثمر في شركه اسمها في الانفستي. يعني على سبيل المثال مثلا الشركه اللي انا بستثمر فيها ديت بتتعامل مع مورد معين او مع شركه معينه. اديها تعليمات ان هي ما تتعاملش مع المورد ده. خلاص يبقى انا استبعدت الانتيتي اللي هي بتتعامل معاها. وضحت؟ شباب معايا ولا ايه؟ تمام يا ريس. تمام يا ريس معايا. ماشي اللي بعده. الكلام ده هتسمعه مني مره واحده بس في اليوتيوب ما تركزش عليه. بس انا بقوله لك عشان لازم تبقى فاهمه. الرايتس تو دايركت ذا انفستي ان انا اقدر اوجه المستثمر الشركه اللي مستثمر فيها تو انتر انتو اور فيتو اني تشينج. انتر انتو يعني تقدر تخش في اي نشاط. كلمه فيتو طبعا يعني اعترض، او انا ممكن اعترض على اي نشاط او ترانزاكشن فور ذا بينفيت اوف ذا انفستور. يبقى انا طالما انا عندي الحق ان انا اقدر اوجه الشركه اللي انا بستثمر فيها ان انا بستثمر فيها او ان انا اوقفها يعني او امنعها ان هي تخش في نشاط معين يبقى انا عندي الرايت ان انا ايه. كل الحاجات دي تديك مؤشرات على الباور. ها عندك الرايت برضو زي الديسيشن ميكنج رايت سبيسيفايد ذا مانجمنت كنترول ذات جيف ذا هولدر ذا ابيليتي تو دايركت ريبورت. نفس القصه لو انت عندك كنترول. بس خد بالك هنا ايه، كل الكلام اللي احنا بنقوله دوت او الباور اللي احنا بنقوله دوت دي حاجات موجوده في التعاقد، لكن يعني القصه كلها بالايه بقى يا شباب؟
الابيلتي. اه ماشي، ما انا عندي الباور، بس انت هل انت عندك الابيلتي ولا لا؟ يبقى هنا هنتكلم في ايه؟ انا الاي فور اس رقم 10 اقترح ان الابيلتي rather than the contractual right to achieve the above may also indicate an investor has a power over investing. واحد يقول لي انا اتلخبطت ليه يا عم؟ انت شويه بتقول لي الباور وشويه بتقول لي الايه؟ الكنترول، صح؟ ايه الفرق اصلا بين الباور والكنترول؟ انا تهت كده. اه هرجع اقول لك ايه عشان ما تتهش مني وافكرك. اصلا الكنترول عباره عن ثلاث ايه؟ حاجات، صح؟ بالظبط. واحد الباور، اثنين الابيليتي تو يوز الباور. احنا بنعرفك الباور ايه هو الاول، وثلاثه ان انت بيبقى اكسبوجر او الرايت تو، انك بتتاثر بالفاليبل ريتينز اللي هو العوائد بقى، لازم توزيعات الارباح والكلام ده كله او الارباح. فالباور هو جزء من الكنترول. لقطت يا بيه ولا لا؟ تمام. اعتقد انك لقطت. برضه هنا شرحنا البوتنشال، خلاص فوتنج رايت دي قلناها ان انت لو عندك حاجات ايه كونفرتبل، حاجات تقدر تحولها لاسهم عاديه، فده بيديك الحق طبعا. ماشي اوكي. بس خلي بالك برضه هنا ايه، انت امتى الناس دي يبقى ليها التاثير الكونفرت؟ لو الراجل هيمارس حق، لو انت شايف ان الراجل دوت هيكسرسايز الرايت وعنده القدره ان هو يمارس الحق دوت ويحول الاسهم بتاعته، او من المحتمل بدرجه كبيره ان هو يحول الاسهم بتاعته اللي هي او الكونفرتبل يعني، يحولها فعلا لاسهم عاديه بحيث يبقى ليه فوتنج رايت، فهذه الحاله بيعتبر ليه تاثير او ليه باور. يا جماعه ليه باور؟ عشان كده هو قال لك ايه؟ قال لك في الحته دي قال لك ايه؟ قال لك بوتنشال فوتنج، ده اخر بسطر ده، potential voting rights are considered only if the rights are substantive. يعني ايه substantive؟ جوهريه. يعني ايه جوهريه؟ معناها ان الهولدر اللي هو عنده الحق ده must have practical ability، عنده القدره العمليه to exercise the right. فلو انت يعني مش فكره بس convertible right، بس احنا بندرس الموضوع على فكره، بتشوف الراجل اللي عنده convertible right دوت من حقه يحول ولا لا؟ طب هيحول، في احتمال كبير يحول ولا لا؟ لان ان هو من حقه يحول او هيمارس الكلام دوت، فهذه الحاله بعتبر ان انا عندي الايه؟ عندي الباور. The purpose and design of instrument including its terms and condition. terms يعني الشروط بتاعتها، او ممكن تيجي معنى المده الزمنيه، condition الشروط ده، and motivation of the investor in agreeing to those terms، عشان يتفق او يلتزم بهذه الشروط، should be considered when assessing the potential. يعني شوف انا بقيم البوتنشال فوتنج رايت، بتشوف ايه الورقه؟ ايه طبيعتها؟ شروط الورقه ايه؟ هل الورقه دي عباره عن سندات قابله للتحويل لاسهم؟ ولا الورقه دي عباره عن اسهم ممتازه قابله للتحويل لاسهم؟ ولا الورقه دي عباره عن ستوك اوبشن قابله للتحويل لاسهم؟ فبنشوف الورقه، بنشوف البيربز بتاع الورقه والنظام بتاعها، وبنشوف اذا كان المستثمر اللي معاه الورقه ده عنده القدره ان هو يقدر يلتزم بشروط الورقه ويقدر يحول الورقه دي لاسهم عاديه ولا لا. كل الكلام ده ليه؟ لان هو لو حولها لاسهم عاديه هيبقى ليه قدره على الباور. كنا قلنا قبل كده في تعريفنا ان في حاجه اسمها variable ايه؟ returns، طبعا ترجمه حرفيه معناها العوائد الايه؟ المتغيره. يعني ايه العوائد المتغيره؟ معناها ان حضرتك انا بستثمر في شركه، ايه اللي ممكن يجي لي من الشركه؟ حد يعرف؟ انت بتستثمر في شركه، ايه اللي ممكن يجي لك منها؟ توزيعات ارباح. اول حاجه هتقول لي توزيعات ارباح، اهي شايفها ولا لا؟ توزيعات ارباح. ممكن غير توزيعات الارباح انا اكون بتعامل مع الشركه اللي انا بستثمر فيها وبقدم لها خدمات، فباخد منها مقابل. اوكي ماشي. فقال لك هنا ايه؟ remuneration for servicing and investing، يعني المقابل انك بتخدم الايه؟ الشركه المستثمر فيها، سواء الاسيت او الليبيلتي بتاعتها. ممكن فيز اخد منها اتعاب and exposure to loss from providing credit، سواء ممكن اديها كريدت او مولها. انا ممكن الانفستور يوفر الانفستي، يمول الانفستي، فلو موله ممكن يحصل منه يا اما مكسب يا اما خساره. طبعا زي ما قلت لك كلمه اكسبوجر تيجي مع خساره، اكسبوجر تروس بتعرض، لا تيجي هنا بدي له كريدت سبورت، بدعمه بشروط ائتمانيه، بدي له قرض. ريتيرنز از ا ريزلت اوف اشيفينج سينرجيز، ايه ده؟ ايه سينرجيز دي؟ اور ايكونوميك اوف سكيل. ايه سينرجيز دي؟ حد يعرفها؟ اضافه رجوليه سينرجيز يعني التكامل او كده، زي الزماله كده، يعني بقى شريك وفرات. لما شركه بتحصل على شركه، لما زي ايكونوميك سينرجي وفرات اقتصاديه او اضافه اقتصاديه،
فده بيكبر الماركت شير بتاعي. لو كنت مثلا ببيع ب 100 مليون هبيع ب 200 مليون. يا سلام عليك، يا سلام عليك حضرتك قلت صح. انت دارس شهاده تانية غير دي ولا ايه؟ لا دكتور، بس انا النهارده كنت براجع المعيار بتاع الجود وين، فعشان كده لسه حاضره في ذهني. انا قلتها؟ ايوه حضرتك قلتها بالتفصيل بالظبط. يا سلام عليك، والله انا سعيد، والله انا طبعا مش فاكر ان انا قلتها، بس ربنا يخليك ليا. حتى اللي كان 200 و250 الف. يا سلام، انا مش فاكر قوي والله، ما فاكر اذا كنت قلتها ولا لا، بس انا يعني ايه لازم برضو ايه ما تعديش عليك الكلمه كده، واخد بالك؟ الناس اللي بتترجم هيترجم كلمه سينرجي ديت طبعا. على الكلام ده عشان عارفه من عارفه منين هو انا عارفه خلاص. يعني انت بتوصل لمرحله خلاص انت عارف الحاجه، مش عارف مصدرها. سينرجي هنا لما تيجي تترجمها معناها حقنه، صح ولا معناها ايه؟ مش عارف ايه اللي بيحصل. بص، شركه بيرنت وشركه سبسيدري، او بلاش بيرنت وسبسيدري، خلينا نقول انفستور بيستثمر في شركه ايه؟ انفستي. ايه اللي هيحصل في الانفستور والانفستي؟ انا كشركه بيرنت اصلا الماركت شير بتاعي، حصتي في السوق، ان انا مثلا يعني بستحوذ على السوق 20%، والشركه الانفستور دي شركه جامده وشايف ان هي بتستحوذ من السوق على الماركت شير بتاعتها كام؟ الماركت شير بتاعتها 30%. الطبيعي لما دي تستحوذ على دي، الاثنين مع بعض يبقى الماركت شير بتاعهم كام؟ هتقول لي كام؟ 50%. هقول لك لا بقى، مش هيساوي 50. تلاقي اما دول يتحدوا مع بعض يقدروا يستحوذوا على السوق بنسبه كام في الميه؟ 70. ازاي بقى احنا الاثنين مع بعض بقى، ونعمل وفرات ونعمل عروض ومش عارف ايه والكلام ده، فدي تزود حصتها ودي تزود حصتها، ده اسمه سينرجي. اسمه ايه؟ سينرجي. دي مبيعاتها بتبيع مبيعات 100,000 ب 100,000 دولار، ودي مبيعاتها بتبيع مبيعات ب 200,000 دولار. لما يجوا الاثنين يتحدوا مع بعض، لا المبيعات ما تبقاش 300، تلاقي مبيعاتهم تزيد، بدل ما تبقى بمجموعها المفروض يبقى 300 يبقوا كام؟ يبقوا 400. فعمل سينرجي. واضح الفكره ولا لا؟ ماشي واضحه. ماشي. فدي فهو ده من احد الاسباب على فكره بتخلي شركه كبيره تعمل تروح تستثمر في شركه سبسيدري. زي ما بيحصل كده، مش عارف الناس اللي عندنا هنا في الامارات مثلا، او مش في الامارات، في مصر والكلام ده، في شركات بتروح تستحوذ على شركات تانية. يعني مثلا عندنا في عارفين في الشركات اللي بتعمل شركه طلبات، طلبات بتاع طلبات، عارفينها طلبات. طلبات دي مستحوذه على معظم شركات التوزيع. يعني مثلا عندنا في الامارات مثلا في شركه ثانيه اسمها مش عارف زوماتو بتوزع، وشركه مش عارف اسمها ديليفر، في 3 4 شركات طلبات اصلا مستحوذ عليهم واخداهم، واخد بالك؟ نفس القصه اوبر في مصر او في الدول، معظم الدول. خالد كريم عارفين كده ولا لا؟ ايوه صحيح. طالع دلوقتي شركتين تانيين مش عارف اسمهم اندرايفر ولا مش عارف اندرايف في مصر، درايفر ودي. لعلمك اول ما يبداوا يكبروا شويه اوبر هتجري وراهم وتحاول تشتريهم. ليه؟ عايزه تزود الماركت شير بتاعتها، وهكذا. ده شكل بيسموه سينرجي، بيسموها دكتور برضه في البيزنس توسع. في يعني التوسع انواع، في افقي وراسي وفي امامي وخلفي. امامي ان انت حضرتك بتاخد الناس المنافسين ليك، يعني حد منافس ليك فبتستحوذ عليه. طب وخلفي؟ خلفي بتشوف السبلاي تشين بتاعك. يعني مثلا انت حضرتك شركه توزيع، بدل ما تبقى توزيع تصنع، بدل ما انت بتبقى مثلا ريتيلر، لا خلاص خليك هول سيل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما تاخد معانا ربنا يكرمك وتاخد معانا بارت 2 في السي ام اي اشرح لك الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. بعد اذنك يا دكتور، بس هو سؤال، ازاي مجموع الاثنين هيبقى 400,000 دولار مع العلم ان دي 100,000 دولار ودي 200,000؟ يا عم لا يا اخي، ركز معايا بس. لا هو ما انا مش بجمع جمع حسابي. انا قبل الاستحواذ، قبل ما الاثنين مع بعض، ده كان بيبيع كام؟ 100، وده كان بيبيع 200,000. لما ده استحوذ على ده بقى هما الاثنين موجودين في السوق، صح؟ تمام. دي الشركه عملت عروض ودي عملت عروض، ونسقنا مع بعض الحمله الاعلانيه، وبقى الدعايه بتاعتنا مشتركه وبتاع، فنتيجه لكده ومفيش منافسه وبتاع هم. وسيطرنا عن المنافسه، فالنتيجه بتاعت كده ان بدل ما كانت مبيعاته بقت 100 بقت كام؟ 120. وده بدل ما 200
بقت مش عارف 280، فاهم قصدي ولا لا؟ 280. فده زي ده زي المجموع بقى كده. يعني الارقام دي افتراضيه عشان انا استحوذت على السوق يعتبر. ايوه طبيعي هتزيد. يعني هديك مثال، لما انت عارف ايه اللي حصل في اوبر وكريم؟ اوبر بدا يعني يزود الاسعار، كريم كان بينزل باسعار قليله صح؟ هي وحتى الان كمان. اه لا استنى، اول ما اوبر استحوذ على كريم بدات اسعار كريم تزيد لقريبا من اوبر. فالاثنين حصتهم في المبيعات كمبيعات جرارها ايه؟ تعتبر زادت. فهمتني ولا لا؟ لكن مش معنى ال 20، ما انا عارف ان ال 20 زائد ال 30 بتساوي 50، لكن نتيجه ان هم دخلوا مع بعض ده بدل ما تبقى 20 بقى حصته هتزيد مثلا هتبقى 35، وده بدل ما تبقى 30 مثلا حصته هتزيد هتبقى 45 او 35. فهمت؟ تمام يا مدير. تمام يا راس. شكرا لحضرتك. تحت امرك. والا هنعمل استحواذ ليه؟ صحيح صحيح. هو فين الكتاب اللي بنعرضه؟ ظهر ولا لسه؟ ظهر الكتاب؟ يلا بينا. ده بس عشان اشرح لك كلمه سينرجي، يلا بينا فهمناها الحمد لله. او قال لك ايكونوميك اوف سكيلز معناها وفرات الحجم الاقتصادي. كلمه ايكونوميك اوف سكيلز معناها او ايكونوميز اوف سكيلز معناها وفرات الحجم الاقتصادي، انك لما بتنتج كميات كبيره بتقدر تحقق ارباح يعني، او تقلل التكلفه فتحقق ارباح. نتيجه ان انا عملت كومبايننج اليوز اوف ذير اسيتس وذ يوز اوف ذا انفستي اسيت، وصلنا مع اصولهم فنقدر نعمل ايه وفرات انتاج. دي كلها بيعرفك يعني ايه كلمه ايه؟ الريتير. وخلي بالك بقى عشان نحقق كنترول دخل بقى، قال لك الانفستور لازم يكون ايه؟ ايبل تو يوز الكنترول دوت. طبعا الكلام ده ممكن يجي لك في سؤال نظر كيس، يحكي لك القصه فتبقى انت عارف الموضوع، ان انا عندي الباور، عندي الابيليتي تو يوز الباور، ان انا بتعرض اكسبوجر او الرايت ان انا بستخدم الفاريبل ايه؟ الفاريبل ريتيرنز. امثال امثله الفاريبل ريتيرنز اهي، دي الريتيرنز العوائد اللي ممكن تجي. اي سؤال يا فندم؟ تمام. اي سؤال والله؟ نرجع كده على الورقه. اسالك انا بس، اسالك سؤال، مين اللي المفروض يعمل الكونسوليديشن، البيرنت ولا السبسيدري؟ ها؟ بيرنت هنا تعمل صح كده ولا لا؟ اه تمام. يبقى انا والمعيار يقول لك ايه؟ يقول لك الاتي، يقول لك طالما في شركه بيرنت وطالما في شركه ايه؟ سبسيدري، مش لازم بقى سبسيدري واحده، يكون عندها سبسيدري واحد، يكون عندها سبسيدري اثنين، يكون عندها سبسيدري ثلاثه، طالما انت عندك اكتر من سبسيدري اصبحت البيرنت مطالبه ان هي تعمل ايه؟ كونسوليديشن. خلي بالك، يبقى معنى كده ان البيرنت هتعمل قائمتين، القائمه بتاعت البيرنت كستاند الون، القائمه بتاعت البيرنت كستاند الون اللي هي دي كبيرنت لوحدها، وهتعمل القائمه بتاعت مين كمان؟ كونسوليديشن. يبقى البيرنت مسؤول عن اعداد قائمتين دلوقتي، البيرنت كستاند الون وكمان ايه الكونسوليديشن فاينانشال. السؤال بقى اللي عايزين نساله، هل ممكن يبقى فيه اكزيمشنز يعني ايه؟ اعفاء من ان انا اعمل الكونسوليديشن، يعني هل ممكن يبقى فيه اكزيمشنز؟ اه اكيد. ها؟ اكيد. وفكروني بعد ما نوقف التسجيل، لما التسجيل يقف احكي لكم قصه على كلمه اكزيمشن دي، عشان انا ساعات بغلط وانا بشرحها بقولها اكسبشن، لكن اكزيمشن هنا هل ينفع تاخد اعفاء ولا لا؟ لا. اه الاجابه ينفع. الاجابه ايه؟ ينفع ان يبقى في بيرنت وعندها سبسيدري وما تعملش، يبقى اكزيبشن فروم كونسوليديشن. قلنا يا جماعه كونسوليديشن ينفع. طب ايه هي الحالات بقى؟ عندي اربع حالات. عندي كام حاله؟ اربع حالات. ايه هم الاربع حالات؟ تعال نشوف. دكتور اول حاله دكتور يا فندم، ينفع لو هي عندها كذا سبسيدري تجمعهم كلهم في 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 قائمه الكونسوليديشن واحده؟ اه ده اللي هنعمله، هي بتتعمل قائمه واحده. تمام يا فندم. تمام. شوف يا سيدي، رقم واحد، لو الشركه بتاعتي مش مدرجه في البورصه، يعني مش شركه بابليكلي تريدد، يبقى اول حاجه لو نوت ايه؟ لو الشركه يا جماعه ها؟ انا بقول الذاكره وبعدين هيرجع يقرا في الكتاب، يقول
في قاعده عامه دايما يقول لك ايه؟ يقول لك طالما نوت بابليكلي تريدد، يعني مش مدرجه في البورصه، يعني اسهمها غير متداوله في البورصه، او ممكن الشركه ما تكونش في طريقها ان هي تدرجها في البورصه. يعني نوت ان ذا بروسيس اوف ايه، ان هي تدرج في البورصه، يسموها ايه؟ بينج مثلا ليستد. ليستد يعني تقايض في البورصه. يعني لا هي شركه يا عم مدركه في البورصه، اسهمها لا تتداول في البورصه، ولا في طريقها ان هي تدرج في البورصه. وضحت؟ خلاص ما تعرف، مش محتاج دكتور. افهم من كده ان ما تجيش بقى انت عند واحد ايه، واحد شركه فرديه وبتاع ويقول لك اعمل لي كونسوليديشن. بنعمل لها كونسوليديشن بس بشكل تاني، بيبقى تحت مسمى تاني بيتسماه كومبايند فاينانشال ستيت. لكن مش مطالب انك تعمل البيرنت، مش مطالب طالما هي ايه مش مدرجه في البورصه. واضحه دي؟ تمام يا دكتور. ايه تاني؟ اه في شرط تاني ان اتفضل ان البيرنت يكون مملوك لبيرنت تاني. اه صح، تحوذ عليه وكون اخبرت الاعضاء يعني كفه برضو. برضو صح، الاثنين صح، الاثنين صح، يعني بيرنت تحت بيرنت. اه الاثنين صح. طب تعالى، طب يعني ما هو برضو الناس مش تعرف يعني ايه كلمه بيرنت، يعني بيرنت تحت بيرنت دي. تعالى نقولها ورا كده وبعدين نرجع ناخد 3 و4. بص يا سيدي، انت عندك ادي الشركه البيرنت، ادي الشركه البيرنت راحت بتستثمر في سبسيدري 1، بتستثمر فيها بنسبه 70%. راحت ايه بقى؟ خد بالك سبسيدري 1 دي راحت استثمرت في شركه ثانيه اسمها سبسيدري 2، استثمرت فيها حوالي 80%. ركز معايا بقى، سبسيدري 1 دي بالنسبه لسبسيدري 2 تعتبر ايه؟ بيرنت. بيرنت مش كده؟ فتعالى نتكلم بقى على دي، هي بيرنت اهي. يقول لك لو الشركه دي البيرنت اللي هي بتمتلك دي هتعمل كونسوليديشن، يبقى ممكن اس 1 اللي هي اسمها بيرنت، ها اللي هي تعتبر بيرنت برضه لانها تمتلك شركه ثانيه، في هذه الحاله ممكن دي تبقى معفيه ما تعملش. ليه ما تعملش؟ عارف ليه ولا لا؟ لان مين هيعمل بقى بالنيابه عنها؟ الالتيميت بيرا اللي هي دي الالتيميت بيرا. ماشي، لا مش شرط الالتيميت، ممكن تكون الانترميديت. ليه بقى؟ احكي لك تاني، نديك حاجه تانية. دي في هذه الحاله اسمها الالتيميت بيرا، الالتيميت بيرا. طب ناخد مثال تاني، شركه بيرا تاني اهي بتستثمر في سبسيدري 1 ب 70%، وسبسيدري 1 بتستثمر في سبسيدري 2 بنسبه 80%، وسبسيدري 2 بتستثمر في سبسيدري 3 بنسبه 70%. لو انا جيت هنا بقى لسبسيدري 2 بالنسبه لسبسيدري 3 تعتبر ايه؟ بيرنت ولا لا؟ بيرنت. طيب وسبسيدري 1 بالنسبه ل 2 بيرنت، تعتبر بيرنت صح ولا لا؟ لو انا بتكلم بقى على سبسيدري 2، ما هي سبسيدري 2 وفقا للمعيار تعتبر بيرنت، المفروض تعمل كونسوليديشن صح؟ يقول لك ممكن ما تعملش كونسوليديشن لو كانت سبسيدري 1 دي هي اللي هتعمل. سبسيدري 1 دي على فكره مش البيرنت الرئيسيه، ده هي عشان هي بالنسبه دي فيسموها ايه؟ بص انترميديت بيرنت. انتر ايه؟ انترميديت يعني ايه؟ وسيط. فعشان كده يقول لك ايه؟ لو يبقى امتى بقى اس 1 ما تعملش؟ اس 2 دي ما تعملش؟ لو كان الانترميديت هيعمل بتاعها. طب لو هنا دي ما تعملش امتى؟ لو كان الالتيميت ايه؟ الالتيميت بيرنت. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ان في الاخر لو دي ما عملتش في حد تاني هيعمل. ولو دي ما عملتش في حد تاني هيعمل، اللي هيعمل دوت بيبقى البيرنت، يا اما الالتيميت يا اما مين؟ الانترميديت. يا اما الانترميديت. انا ممكن اعمل ايه بقى هنا؟ ممكن اجيب لك هنا مثلا رقم 3 وفقا للدردشه اللي انتوا قلتوها ديت، اقول لك والله ان ممكن يكون الالتيميت او الانترميديت بيرنت مثلا هو اللي هيعمل ايه؟ هو اللي هيعمل ايه الكونسوليديشن. يبقى اقول هنا ايه؟
The ultimate. معايا شباب ولا ايه؟ The ultimate. شوف انا بحب تبقى فاهم يعني ايه ultimate وعلى intermediate. The ultimate or intermediate. Intermediate. مش عارف بقى الانترميديت كاتب كده صح ولا لا؟ intermediate. مثلا الانترميديت ايه؟ بيرنت. وال تول ميرير او بابلش. خلينا نقول بابلش عشان هي المفروض تبقى شركه ايه بابلش يعني. والبابلش طبعا الكلام ده موجود في الكتاب متلاش انا اقراه دلوقتي مظبوط بس انا بحاول ايه افهمه معاك. فاضل الشرط رقم بقى مين؟ رقم اربعه. بص يا سيدي بص نقول الشرط رقم اربعه نحاول نفهمه مع بعض يعني. احنا قلنا مين مش ده السبسيدري بيرنت؟ ايوه المفروض يعمل صح؟ مش عايز يعمل هو مزاجه؟ اه مزاجه. ازاي يا عم؟ هو مش هيعمل بس بشرط ايه؟ هو مين اللي بيمتلك ده المفروض نظريا؟ الالتيميت بيرنت. يقول لهم يعني ايوه يعني البيرنت السبسيدري دوت اللي هو يبقى المفروض يعمل قوائم ماليه مجمعه مش هيعمل قوائم ماليه مجمعه ويخبر عارف يقول لك خبر يعني عرفكم يعني انفورم البيرنت يقول لها لو سمحت يا بيرنت انا مش هعمل قوائم ماليه مجمعه وهي توافق خلاص اوكي. هم الملاك هم احرار هم دول الاونر ما خلي بالك انت بتعمل قوائم ماليه اساسا للمساهمين يعني. وضحت؟ واضحه دي؟ بس حتى دكتور لو البيرنت دي رايحه اي بي او او في الطريق ان هي رايحه أو لا يعني بقى احنا قلنا ايه بقى قلنا ايه لا لو موجوده دي خلاص يعني ايه خلاص يعني لو هي بتقول لو هي رايحه اي بي او خلاص هيعملها نوت ان بروسيس. اه اوكي دكتور ماشي نوت ان بروسيس. طبعا الاي بي او اللي الناس ما تعرفش اي بي او اللي هو يعني هتطرح في البورصه يعني. اه انا نسيت انت كنت تقول حاجه. الحاجه الرابعه لو هي البيرنت 2 دي هتانفورم البيرنت ان هي مش هتعمل هم استنى خلاص. استنى انت هنا لما قلت لي النسبه دي 70% خلي بالك معنى كده ان في ناس ممكن ناس ثانيين بيتلوا كام في المية؟ في 30%. لو انت نسبتك 70 30 النسبه دي سموها ايه؟ partially owned. سموها ايه؟ بارشل اون. يعني انا بمتلك جزء وفي ناس ثانيه بتمتلك جزء. مثالها مثلا 70% و 30%. طب لو انا بمتلك لو انا بمتلك 100% فولي اون يبقى فولي ايه؟ فولي اون. طيب ركز معايا بقى. هي لو فولي اون يعني 100% يعني السبسيدري هيروح للبيرنت ويقول لهم يا بيرنت لو سمحتوا خلي بالكم انا مش هعمل كونسوليديشن. البيرنت تقول له اوكي. طب هو لو 70 30 نعمل ايه؟ مطالب برضه يروح يقول ال 30% دول يعرفهم يقول لهم لو سمحتم انا كمان مش هعمل كونسوليديشن وال 30% يقول له اوكي. تخيل ماينور. يبقى لازم الاثنين دول يوافقوا اللي هو يبقى سواء انت الملكيه بتاعتك فولي اوند او بارشلي اوند في كل الاحوال لازم تعرف الملاك او الاونرز ان انت الجميع ان انت مش هتعمل ايه يا جماعه؟ مش هتعمل كونسوليديشن. مش هتعمل وايه هو ما يعترضوش وكمان ايه ها it should be approved. ما يعترضوش يعني نوت اوبجكتيف. المعيار يقول لك ايه نوت اوبجكتيف ما اعترضش. فلو انا عايز اقول لك ايه بقى اقول لك الشرط كمان ايه بقى رقم أربعة اللي احنا قلناه مثلا ان تكون في البيرنت اللي هي المفروض تعمل ديت اللي هي الشركه البيرنت المفروض تعمل يوم حاجه من الاثنين خد بالك ممكن تكون ايوه ممكن تكون بارشلي اوند ممكن تكون يا جماعه ها قولي ايه قولي اوند يعني مملوكه بالكامل لشركه اخرى لبيرنت تاني باي انذر مثلا باي انذر بيرنت ماشي كده. ويقول لك ايه بقى يقول لك ان هم ايه يا جماعه ها انفورم ده عرفناهم وايه وما اعترضوش. طب ممكن سؤال بعد اذنك نعم ممكن سؤال. طب الشركه الانترميديا هي كده مش هتعمل قائمه مجمعه بعد ما تاخد راي الاونر. طب هي في شركات بيرنت تحت منها
هنا هل البيرنت اللي بتاخد الميزانيات كلها بقى القوائم من التجمع من من البيرنت اللي تحت ولا ايه؟ لان هي يعتبر وسيط عن البيرنت اللي تحت. اسال تاني بقى عشان انا كنت معاك، انا كنت بكتب، انت شايفني بكتب او انت مش شايفني بكتب مش عارف. الشركه الانترميديت اللي هي تحتها تحت منها بيرنت وفوق منها التيميت. هنا لما تطلب ان هي مش هتعمل قوائم مجمعه وخلاص وافق على كده. دي طب هل ايوه اللي هي دي. طيب الميزانيات القوائم اللي تحت منها بقى الفروع اللي تحت منها مسؤوليه مين يسلمها للبيرنت؟ مش مسؤوليه، ملوش دعوه. هو ده مش احنا قلنا قبل كده لما شرحنا القصه بتاعتنا في الاول مين اللي مسؤول يعمل القوائم يا جماعه؟ البيرنت مش عايز يعمل السبسيدري ماله؟ لا انا قصدي لو البيرنت هو هيعمل بس الشركه الوسيط قالت مش انا مش هاخد مش هعمل، بس هي البيرنت هيعمل كده. يعني هي عندها الحق ان هي ما تعملش بموافقه البيرنت. بس البيرنت هيعمل القوائم المجمعه. فهي تحت منها سبسيدري. فتحت منها سبسيدري. ايوه اللي هنا. مين هيدي القوائم اللي كلها يجمعها يديها للبيرنت؟ هل البيرنت ياخدها دايركت من السبسيدري ولا هيروح للانترميديت؟ ما هو دوت هيدي سيطره على الاثنين اصلا. ما هو البيرنت لما يعمل هيجمع الاثنين دول. هي الفكره في ايه؟ ان البيرنت دوت هو مجمع الاثنين دول مع بعض. ما هو حضرتك الاس دي اللي هتاخد من اللي تحت منها. طب الوسيط اتفاجئ بقى قال مش هجمع، ماليش دعوه باللي تحت منه. ايوه يعني مش انا كبيرنت بقى هعمل ايه؟ هاخد اس 1 واس 2 مع بعض اجمعهم عندي. ده اللي بتكلم عن حضرتك. يعني هو البيرنت هو المسؤول يجمع القوائم كلها بقى. ايوه يعني الاس 1 واس 2 يعني الوسيط هيبقى زي البيرنت العادي كده. هيبقى زي السبسيدري. زي السبسيدري العادي. في الحاله دي البيرنت دوت هياخد اس 1 واس 2 ياخدهم يجمعهم عنده. ما هي الفكره في كده. ما هو انت ما تيجي تبص لها ده ليه يعمل يجمع وبعدين ده ياخد يجمع ليه؟ انا خلاص انا هاخد الاثنين دول اجمعهم عندي. تمام ماشي ماشي اشكرك. كل ده لازم تكون هي الشركات دي انليستد او مش في طريقها انها تروح للبورصه. اشكرك يا بي اشكرك. تعالى بقى ايه معلش طولت انتوا معايا في الحته دي قوي. ما هنقرا اهو هنقراها اهي. انا هروح بعيد ليه؟ اكزيمشن اهو يلا. اكزيمشن فروم بريبيرنج جروب اكونت الافات. نيد نوت تو بريزنت. خد بالك ابيرنت نيد نوت تو بريزنت كونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت. انا قلت لك قبل كده طالما الحاجات دي موجوده بولد يبقى عارفها. ايه امتى ما تعملش بقى؟ اول شرط طبعا مش لازم تكون عارفهم بالترتيب، انا قلتهم بالترتيب اللي انا عارفه يعني. قالك ذا بيرنت اتسيلف إذا هولي owned subsidiary or partially owned subsidiary of another entity مملوكة شركة تانية and the other owner including those not otherwise entitled to vote حتى كمان اللي ما همش حق التصويت اللي هم المينورتي يعني الناس التانيين يعني have been informed قلنا لهم about يعني قلنا لهم ان احنا مش هنعمل قوائم مجمعة and not object to the parent not presenting consent وما اعترضوش ان البيرنت مش هتقدم قوائم ماليه ايه مجمعه. يبقى دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان السكيورتيز مالها وكمان نوت ان ذا بروسيس اوف ايشوينج سكيورتي ان ذا بابليك سكيورتي ان هي تبقى ليستد يعني. هتقراها من الكتاب يعني الوردنج ده. قال لك ذا التيميت اور انترميديت بيرنت الالتيم ده هي اللي هتعمل ايه يا جماعه؟ هتعمل الريسيرش. واضح يا فندم؟ تمام يا دكتور. شكرا شكرا شكرا. خش على different reporting dates برضه مش خد بالك محاضره النهارده كلها نظر. الناس اللي جايه وفاكره نعمل بقى قيود وقلم وبقى لا ده احنا بنفرش للمره الجايه ان شاء الله. تعالى ناخد الموضوع الجديد اللي عايزين نتكلم عنه العنوان اللي اسمه different ايه؟ reporting dates. تحس كده ان العنوان شكله ايه يلخبط شويه. انا دخلت حد مش عارف ازاي واحد كان معاه في الويتنج روم. تعالى نتكلم على الديفرنت ايه ريبورتنج دي. ما معنى كلمه ديفرنت ريبورتنج دي؟ حد يعرف؟ تواريخ تقارير مختلفه. اختلاف تواريخ. تعالى نحكي القصه دي برضو ايه نحكيها ونشوف اذا كنا نعرف نقولها ولا لا. نشوف ان شاء الله. هو انت حضرتك عندك السنه الماليه بتبدا امتى؟ حسب الشركه. في شركه ممكن السنه الماليه تبدا يوم 1/1 يوم 1/1 وتخلص يوم 31/12
وممكن في شركات السنه الماليه بتاعتها تبدا يوم 1/7 صح؟ تخلص يوم كام؟ ده 1/7 تخلص يوم كام؟ 30/6 وممكن شركه ثانيه السنه الماليه بتاعتها تبدا في 1/4 وتخلص امتى؟ 31/3 ده اسمه الريبورتنج ديت. 31/6 ده اسمه الريبورتنج ديت. 31/3 ده اسمه ايه؟ الريبورتنج ديت. ادي يا عم شركه بيرنت السنه الماليه بتاعتها بتبدا 1/1 تخلص 31/12، وشركه سبسيدري السنه الماليه بتاعتها تبدا 1/7 وتخلص 30/6، وشركه سبسيدري ثانيه السنه الماليه بتاعتها تبدا 1/1 وتخلص 31/3 واس 1 اس 2. وعايزين نعمل قوائم ماليه مجمعه، هتقابلني مشكله. ايه المشكله؟ ان انا لما باجي اجمع هجمع في تاريخ اعداد القوائم الماليه، واحده بتاعتها تبقى 1/12 والثانيه 30/6 والثانيه 1/3. ايه اللي حصل هنا؟ هتقابلني مشكله. المشكله دي اسمها ايه بقى؟ ان انا عندي في حاجه اسمها different reporting dates. عرفت بقى العنوان بيتكلم على ايه؟ reporting dates. طبعا انا التاريخ الاساسي بتاعي المفروض بتاع مين؟ بتاع بيرنت، لان انا رايح البيرنت اللي بتجمع. الاثنين دول يعملوا ايه بقى؟ الاثنين دول يعملوا ايه؟ انا مش عارف. لو لو 3 شهور بينهم انكلودد هقدر اعملها في الكونسوليديشن، اكتر مش انكلودد. احييك يا بين، احييك يا بين. الاول هنعمل الاتي، هنحاول اول حاجه هنحاول نخلي السبسيدري يعدلوا القوائم الماليه بتاعتهم عشان تمشي مع مين؟ مع البيرنت. وضحت كده؟ يبقى اول خطوه نعمل ايه؟ ها اول خطوه نحاول ايه؟ نخلي ايه؟ نخلي السبسيدريز يعدلوا تاريخهم. يقول لك كده السبسيدري مين؟ من الممكن ان السبسيدري بريبير اديشنال، يا جماعه ها اديشنال ستيتمنت، يعني تعمل اديشنال ستيتمنت قوائم ماليه اضافيه يعني، عشان تبقى ايه؟ تبقى ماشيه مع القوائم الماليه بتاعت الايه؟ بتاعت الجروب كله. ها توحيد الدوري ده ريست اوف ذا جروب هتمشي على الجروب. طيب قال لك لو الكلام ده صعب، ما بينه وبينك برضو انت بتهزر يعني، يعني شركه مثلا هتبقى 1/30/3 عايزه تعدل القوائم الماليه بتاعتها وتعملها لك وتظبطها لك 1/30/12 هيبقى صعبه صح؟ مش كده؟ هيبقى فيه صعوبه صح؟ يعني ايه؟ ممكن الكلام ده يكون ايه؟ نوت براكتيكال. فقلنا لك خلاص اف ات از نوت براكتيكال، لو هو مش عامل الكلام دوت ان تخلي الشركه السبسيدري تعدل القوائم الماليه بتاعتها وتعملها لك على التاريخ بتاعك، قال لك ممكن نجمعها مفيش مشكله، بس بشرط ان الفرق بين التواريخ ما يزيدش عن كام شهر؟ عن 3 شهور. ماشي كده؟ يبقى لو نوت براكتيكال قال لك يوز استني عليا بس هشيله اكاونت، يوز السبسيدز اكاونت، استخدم السبسيدز اكاونت عادي جدا، بس بروفايدنج بشرط ان الفتره تكون كام يا جماعه؟ 3 شهور. بروفايد زاد، يبقى الجاب بروفايد زاد، زاد بيسموه هم الجاب. جاب يعني الفرق، الفرق يعني يكون كام شهر؟ ها؟ 3 مانس اور ليس، يعني اقصى حاجه 3 شهور. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لو مثلا دي بتعمل لغايه 30/9، لغايه 30/9 اخدها اجمعها عادي طالما 30/9. في جاب كام هنا؟ 3 شهور. بس استنى، على الرغم ان في جاب 3 شهور، بنحاول نشوف لو الشركه السبسيدري دي في الثلاث شهور دول من 30/9 30/12 اسف 31/12 كان في ماتيريال ترانزاكشنز، كان في ايه؟ ماتيريال ترانزاكشنز. بنعمل ادجستمنت للماتيريال ترانزاكشنز او سموها السيجنيفيكانت ايه؟ ترانزاكشنز. وضحت دي يا فندم ولا لا؟ يعني الثلاث شهور هتجمعها ما عنديش مشكله، يعني بجمع ميزانيه معموله يوم 30/9 مع ميزانيه معموله يوم 1/12 اوكي انا موافقك، بس بتعمل ادجستمنت. ادجستمنت لمين يا كابتن؟ ها؟ ماتيريال ترانزاكشن. ماتيريال او تقول سيجنيفيكانت
يعني عملية بيع تمت مهمة، استحواذ تمت مهمة، الشراء حاجة جوهرية. جوهرية. أو جوهرية. شكرا. خلصنا المعالجة يعني مش لكل الثلاث لو الفرق مش ثلاث شهور مش لكل اللي سيجنيفيكانت بس. مش عارف مش عارف بس مش مسموح. ممكن سؤال يا دكتور؟ لو انا عندي شركه بيرنت انترميديت وبيرنت التيميت وعندي سبسيدير بين الانترميديت والاخيره 3 شهور وبين الانترميديت والالتيميت 3 شهور يعني هينفع واحد هنا لا لازم لا لا ما ينفعش هي 3 شهور كلها ايوه يبقى الفرق كله ما بين الالتيميت لا بص يا ريس بص يا ريس بص يا ريس بص يا ريس احنا بنحدد تاريخ واحد وبيبقى أيوة. اسمه بيبقى اسمه الجروب ريبورتنج ديت اسمه ايه؟ هو ده نقطة القياس عليه الجروب ريبورتنج ديت شوف المصطلح تمام. جروب ريبورتنج ديت نعمل بقى ستوب قصدي نعمل شير حد كده هتطوع بقى ويرانا الباجراف ده ولا خلاص كده مش لازم نقراه خلاص كده خلص ها؟ ماشي. هو ازاي دكتور دكتور هو ازاي 3 اشهر ما بين 31/12 وما بين 30/6 الفرق اصلا في الناشونال 6 اشهر ويبقوا 3 اشهر انا على الورق بتاع الشرح يعني مش فاهم 30/9 استاذ احمد 30/9 مش فاهم تعال نجيب له على الورق بتاع الشرح اتفضل يا بيه اتفضل سؤالك ايه اتفضل على ورق الشرح هو يا فندم كده اهوت في الخط في اللاين بتاع البيرنس واللاين بتاع السبسيدري 1 الفرق ما بين 30/6 و31/12 في فرق 6 شهور حضرتك وقفت على 30/9 وقلت ان 3 مانس ممكن ناخدها معانا ماشي لو 30/9 لو 30/9 اول ما عملت قلت لو 30/9 لو دي من لو دي نهايتك 9 خدها عادي اخدها ويبقى اسمها جاب 3 مانس اور ليس واعمل لها ادجستمنت للسيجنيفيكانت ترانزاكشن ايه سؤالك اقول لك 30 اقول لك 30/6 ما تنفعش ما تنفعش لا 30/6 ما تنفعش لازم يا اما اعدل يا اما خلاص مش هدخلها وهعمل افصاح ان في شركه الريبورتنج ديت بتاعتها ما ينفعش تخش معاها اشكرك 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 خلاص دي خلصت كده الديفرنت ريبورتنج ديت عرفنا ايه المعنى بتاعها اتمنى يكون العنوان واضح ليك الحته دي جامده جدا اللي هي ايه بقى يونيفورم ايه يا جماعه ها accounting ايه policies uniform accounting ايه policies تعالى برضو ايه نقول 5/6 دكتور ممكن تحط تك هنا على 30/6 اكس وعلى 30/9 وكده عشان يبقى الورق ايوه فوق فوق الثانية بقى وكده ركز بقى معايا في دي انا عندي دلوقتي الشركة البيرنت الشركة البيرنت عندها بروبرتي بلاند اند كوبت والشركه السبسيدري عندها بروبرتي بلاند اند كوبت الشركه البيرنت اختارت ان هي تقيم البروبرتي بلاند اند كوبت بطريقه اسمها ريفالويشن ميثود والشركه البيرنت السبسيدري اختارت ان هي تقيم بطريقه اسمها ايه فاكر ولا لا كوست موديل انا غلطت قلت الكوست ميثود المفروض الكوست ايه موديل او الكوست ايه موديل ها وعايز اجمع الاثنين دول على بعض ينفع قال لك ما ينفعش وانت بتعمل الكونسوليديشن المفروض السياسات المحاسبيه تكون ايه يا كابتن واحده عشان كده العنوان بتاعنا هيبقى اسمه ايه يونيفورم واتحد لي بيه الاكاونتنج ايه بوليسيز الاكاونتنج بوليسيز لازم توحدها خلي بالك من الحته دي وده معناه ايه بقى اما اجي اعدل هعدل اروح لمين دايما مين اللي هيبقى ها البيرنت البيرنت دي حاجه الحاجه الثانيه التعديل هيبقى في دفاتر البيرنت ولا في دفاتر السبسيدري السبسيدري اجابه خاطئه التعديل هيبقى هنا في الاليمينيشن انترست في الكونسوليديشن صح فاكر ولا لا فاكر زمان ايام الشباب ايام الشقاوه لما كنت بتشقى معاكم عملت لك دي ايام ورقتين قلت لك ادي البيرنت والسبسيدري هم دول لوحدهم ما تجيش جنبهم على التعديل هيجي هنا اهو وساعتها سميت لك ايه قلت لك ادجستمنت اليمينيشن كانسليشن وات ايفر في ناس كتير بيحب يستخدم كلمه اليمينيشن الكتاب بيستخدم كلمه كانسليشن انا بحب استخدم كلمه ادجستمنت ليه لان في حاجات بتزودها في حاجات اصل كلمه اليمينيشن دي معناها انك بتستبعد صح
تبع تماما كانسليشن بتلغي لما تيجي تخش في الاسنس يعني في جوهر الكونسليشن لما نيجي نعملها كمان شويه. لا ده في حاجات انا بزودها اصلا مش بستبعدها. ليه بتسميها اليمينيشن؟ انا نفسي اعرف ليه بيسموها اليمينيشن. انا مش عارف ادجستمنت احسن او اوقع ليه. طبعا دي حته كده على الطاير يعني، لان ادجستمنت معناها انك يا اما بتزود يا اما بتنقص. صح يا بي؟ صحيح. تدك. يلا بعد كده uniform accounting a policies. اهو بيقول لك ايه، consolidated financial statement should be prepared using uniform accounting policies for like transaction. يعني المعاملات المتشابهه يبقى نفس السياسات المحاسبيه. طب لو في اختلاف بنعمل adjustment must be made where members of the group of different account policies so that their financial statement are suitable for consolidation. عشان تبقى القوامه بتاعتهم مناسبه لعمليه الايه التجميع بتاعها. طبعا انت امتى بقى بتدخل او بتستبعد الشركه في عمليه الكونسوليديشن؟ من غير ما تفكر في التاريخ اللي انت بتستحوذ فيه، في تاريخ الاستحواذ. يعني انا عملت امتى اكوزيشن؟ سي ان انا اشتريت شركه يوم 30/6، يبقى ابدا اجمعها من تاريخ 30/6. يعني عمليه التجميع تبدا امتى؟ من تاريخ الاستحواذ. قال لك اس رقم 10 ريكوايرز، بيتطلب مننا ان الريزلت اوف سبسيدريز تو بي انكلودد ان ذا كونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت فروم ذا ديت اوف اكوزيشن، تاريخ الاستحواذ. قال لك ذا ديت ويتش ذا انفستور اوبتينز كنترول، يبقى ليه سيطرة. طيب وبعد كده عايزين نتكلم على ال امتى تستبعدها من عملية الكونسوليديشن؟ لما تعمل ايه في الشركة السبسيدري؟ تعمل لها عملية ايه يا جماعة؟ ها؟ ديسبوزل. عملية ايه؟ ديسبوزل. فقال لك زي ديت اوف ديسبوزل بقى زي ديت اوف انفستور لوسز كنترول. اول ما بتخسر، ما يقصدش على فكرة كلمة ديسبوزل هنا ما يقصدش انك هتبيعها، لا لا لا. يعني هو عايز يقول لك امتى هتستبعدها من الكونسوليديشن؟ امتى الشركه كنت بتعمل لها كونسوليديشن وتستبعدها من الكونسوليديشن؟ مجرد ما تفقد الايه؟ الفولي كنترول. اما تبقى ما عندكش كنترول، اول ما يبقى ما عندكش كنترول نبدا نعمل لها عمليه ايه؟ استبعاد. ديسبوزل. بس هو هنا ما يقصدش كلمه ديسبوزل، يعني برضو كلمه ديسبوزل لما تيجي تقراها تحس ان هو يقصد بتبيع السبسيدري، صح؟ انها بتبيع، صح. بس هو ما يقصدش يبيع هنا، هو يقصد انا هستبعدها من كونسوليديشن لما افقد الايه؟ الكنترول. تفقد الكنترول باحد شكلين، باحد شكلين، انك بتبيع الانفستمنت كله خلاص مش عايزه، او ان نسبه ملكيتك او تقل عن 50%، او ما بقاش عندك كنترول. يعني ما بقاش عندك الايه؟ accounting for subsidiaries associate and joint ventures. طبعا احنا قلنا الاسوسييت، ما قلناش الجوينت فينشر. جوينت فينشر دي هي الشركات المشتركه. دي هنقولها كمان. ليها قصه كده هنحكيها ان شاء الله لما نيجي ناخد اليونت الشابتر بتاعها. يعني انت دلوقتي انا كسبسيدري هعالجها ازاي بقى؟ مش فاهم انا يعني مش فاهم انا بقى. فاكر انت زمان قوي فاكر دي؟ مش انا دلوقتي انا اشتريت شركه او استثمرت في شركه فسكبتها عندي كايه؟ انفستمنت. ظهر عندي انفستمنت. انفستمنت ده ممكن يكون ايه؟ انفستمنت ان سبسيدري او انفستمنت ان اسوسييت، صح؟ او انفستمنت سنجل انستولمنت. سنجل انستولمنت. بس هتعالجه ازاي؟ ولا حاجه. يا اما هسيبه زي ما هو لو كان هنا، يا اما بتسجله حاجه. في حاجه ممكن اعالجه بالكوست، يفضل بالكوست، او ممكن اعالجه بايه؟ ايكويتي ميثود. بالايكويتي ايه؟ بالايكويتي ميثود. مش كده حضرتك؟ لا، او ممكن اعالجه وفقا لمين؟ افرس 9. بس خلاص تعال نشوف نقرا الكلمتين دول. قال لك ابيرنت مي ويد يوجوالي برديوس اتس اون سيبر. هنا بيتكلم على الايه بقى؟ على البيرنت اللي بتطلع القوائم الماليه بتاعتها لوحدها، اللي هي الستاند الون. هي في الستاند الون عندها بتاعتها، ظهر عندها انفستمنت، صح؟ مظبوط. الانفستمنت ده بقى اللي في السبسيدري او في الاسوسييت او في جوينت فينشر اسجله بايه؟ اعالجه ازاي محاسبيا؟ قال لك يا اما هتسيبه بالكوست زي ما هو، يعني لو كنت اشتريته ب 50,000 دولار يفضل بال 50,000 دولار. او هتعالجه وفقا لمين؟ افرس 9. او هتعالجه بطريقه اسمها طريقه الايكويتي ميثود وفقا لاي اس رقم 8، حسب الكيس، حسب الاحوال. طبعا دي هتيجي بالتفصيل ان شاء الله، احنا شغالين مع بعض. هتيجي بالتفصيل الحالات اللي احنا هنشتغل فيها. وضحت يا فندم؟ طب معلش يا دكتور سؤال، لو هي بالكوست، نتائج الاعمال بتاعت الشركه اللي انا مستثمر فيها دي مش هذكرها عندي في الـ في الـ
ما حسب بقى مع السؤال انت انت عارف ايه الفرق بين الايكوتي اصلا والكوست؟ لا طيب خلاص اصبر بقى لما نيجي ناخد الفرق بين الكوست والايكوتي هنقول لك بقى. الايكوتي هي اللي بتسجلها بتعترف بيها. فانت ماشيها دلوقتي كده ان انت عندك كام طريقه؟ ثلاثه ثلاث طرق لغايه لما نيجي ان شاء الله نشرح لك الايكوتي نقول لك ايه الفرق بين الايكوتي والكوست هتعرفها ان شاء الله. بس عشان ارد عليك عشان ما توزع علام مني في الايكوتي هي اللي هتعترف نتيجه اعمال الشركه اللي هي بتحقق ارباح. الايكوتي هي اللي هتعترف اعلي بها الاستثمار. هي جايه بالتفصيل زي ما قلت لك ما تقلقش. احنا لغايه دلوقتي ما شرحناش حاجه في الكونسوليديشن بنفرش بس دي خلاص الكلام ده اتشرح بقى. قال لك اتس امبورتنت سكينش لازم تفرق بين الانديفيدوال والايه؟ والجروب. معلش انا ما اعرفش ايه الفرق حد يقول لي. الانديفيدوال اللي هي ستاند الون الجروب اللي هي الكونسوليديشن. شكرا اللي هي بتاخد البيرنت مع السبسيدز بتاعتها. بس هو يقول لك كده. انتروداكشن بقى خلي بالك ان انا عندي فيه سيبريت سيت اوف جروب ستيتمنت سيبريت يعني كل شركه بتعمل القائمه بتاعتها لوحدها. بناخد الكلام ده نجمعهم ادينج توجذر ها؟ ادينج توجذر صح ولا لا؟ بس خلي بالك انت لو نسبه ملكيتك 100% يبقى اسمك ايه؟ فولي اوند صح؟ مظبوط فولي اوند. طب افرض نسبه ملكيتي 70% ده معنى كده ان في ناس تانيين بيمتلكوا كام في الميه؟ 30 30% دول اسمهم ايه بقى؟ ماينورتي. كنا زمان نسميهم ماينورتي انترست دلوقتي ما بقاش فولي اوند بقى اسمهم نون كنترول انترست بقى اسمهم ايه؟ بقى اسمهم نون كنترولينج انترست يعني الحصص الناس اللي هم ما عندهمش سيطره او ايه يبقى مين هم النون كنترولينج انترست تعرفهم ايه بقى امين يقول لي التعريف بتاعهم ذا ريسيدوال اوف انفستمنت ايوه اللي هو قالك ايه قالك ذا ايكويتي ان سبسيدريز نوت اتريبيوتبل ما تخصش دايركتلي وين دايركتلي تو يا جماعه ها معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت عندك الايكوتي هيبقى في نوعين في الايكوتي او الاسهم يعني اسهم تخص البيرنت فنطلق عليها مصطلح attributable to the parent وفي ايكوتي ثانيه او اسهم تخص مين؟ اللي هو controlling interest فنسميها ايه؟ attributable to non-controlling interest خد بالك من الحته دي الله يكرمك دايما كده هيبقى عندي في الايكوتي حاجتين في الايكوتي ايكوتي تخص مين؟ البيرنت او اسهم تخص البيرنت واخد بالك واسمها attributable to the parent والايكوتي اللي تخص non-controlling interest هنسميها attributable to the non-controlling يا شباب ها خد بالك من الحته دي ليه؟ لان non-controlling interest دول بقى هيبقوا واقفين لنا زي الشوكه في الزور ليه بقى؟ ما هو ناس ليهم 30% في الشركه السبسيدري فحقوق ملكيه الشركه السبسيدري النون كنترولينج انترست معانا فيها طب الشركه السبسيدري تعمل ارباح النون كنترولينج انترست حقهم فيها طب الشركه السبسيدري تعمل خساره النون كنترولينج انترست ده يبقى النون كنترولينج انترست دول بقى هيبقوا ايه معانا في كل حاجه بنعملها صح ولا لا؟ تمام صح هيبقوا 30% وخلي بالك احنا قلنا مين اللي بيطلع القوائم الماليه المفروض بيعمل مين اللي بيعمل السبسيدري بيرنت بس مين اللي بيعمل الكونسوليديشن عشان كده البيرنت لما تيجي تطلع القوائم عاده بتطلع باكج واحد يعني ايه باكج واحد مش فاهم يعني بتطلع لك باكج واحد يبقى فيه القوائم الماليه بتاعه البيرنت لوحدها وتقوم عامله معاها كمان القوائم الماليه بتاعه مين بتاعه الايه بتاعه السبسيدري بتاعه ايه بتاعه الكونسوليديشن سبسيدري ما اتلخبطناش القوائم الماليه البيرنت بتطلع القوائم الماليه بتاعتها كبيرنت ومعاها تطلع القوائم المجمعه واضحه يبقى بنعمل باكج ايه هنعمل باكج واحد بس الباكج الواحد دوت هيبقى فيه الاثنين هيبقى فيه الاثنين في مين ومين بقى بتاع البيرنت وبتاع الايه بتاع الكونسبشن قال لك نون كنترولينج انتس خلاص هيبقوا معانا موجودين قلنا بيظهروا فين هيظهروا فين وزين زي زي ايكويتي ايكويتي هيظهروا في الايكويتي separate from the equity of the owner of the parent علشان كده قلت لك الايكويتي هيبقى عندنا فيه اثنين ايكويتي equity attributable to the owner ويجي تحتها على طول equity attributable to the non-controlling معلش ال non-controlling interest دول بقى هيظهروا في انهي ميزانيه؟ في انهي statement of financial position؟ بتاعت البيرنت ولا بتاعت السبسيدري؟ ايوه بتاعت البيرنت
غلط، مش بتاعه البيع. لا كونسوليديشن، كونسوليديشن عشان هم هتظهر في نتائج اعمال السبسيدري. خلي بالك بقى الورقه بتاعتنا اللي انا عملتها لك هنا اهي، انت عندك البيرنت سبسيدري النون كنترولنج انترست هيظهروا هنا في الادجستمنت، وانا بعمل الادجستمنت هحسب النون كنترولنج انترست واسجلهم، فيظهروا عندي فين؟ كونسوليديشن. وانا بعمل بحط الايكويتي كده، بقى بعمل الايكويتي، هتلاقي عندك في الايكويتي كده بعد ما تخلص الايكويتي بتاعه البيرنت او بتاعه الجروب يعني، هيبقى في ايكويتي بتاع مين؟ اتريبيوتد تو نون. اوكي اقول نون كنترولنج انترست، او اقول الايكويتي اتريبيوتبل تو نون كنترولنج انترست، يبقى ظهورها فين؟ في الكونسوليديشن. ظهورها فين؟ في تحت سيكشن مين؟ الايكويتي. اول حاجه بنحسبها لما نيجي نشتغل بنيجي نشتغل في ال نيجي نشتغل ان شاء الله في الكونسوليديشن، لازم نعرف النون كنترولنج انترست. اول حاجه بحسبها النون كنترولنج انترست، تاني حاجه هحسبها بعد كده حاجه اسمها جود ويل. هي كده مش من حقها، بس هي كده مش من حقها انها تدخلها معاها في الكونسوليديشن يا ريس، لان هي مش في الانفست بتاعتها او مش في السكيل بتاع الانفست. لا اما تيجي اما نيجي نحكي بقى الكونسوليديشن هتعرف ليه من حقها تدخل. ليه؟ لان انا باخد الكونسوليديشن بنسبه 100%. فاقوم حاطط ال 30% بتوعهم اثبتها. هتيجي كمان شويه ما تقلقش. المهم قال خلاص مش محتاجين المايك يقفلوه علشان اي حد بيطلع من عنده صوت دوشه انا بقفل عليه المايك. اوكي خلينا نكمل يلا. قال لك بعد كده مين بقى اللي بيطلع البيرنت؟ البيرنت كمباني بريزنت زير ايه؟ زير اون، زير اون انديفيدوال. احنا قلنا انديفيدوال او ستاند الون او سيبريت انديفيدوال اكونتس. وبعد كده قال لك ايه؟ بتعمل باكج واحد، يعني بتعمل بقى الباكج بتاع القوائم الماليه. الباكج هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه البيرنت الاول، دي البيرنت لحالها ستاند الون. ها وبعدين بقى تقوم عامله لك معاها بقى الكونسوليديتد ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن. طالما كونسوليديتد هيبقى البيرنت والسبسيديز بتاعتها. كونسوليديتد ستيتمنت اوف بروفيت اور لوس اند اذر كومبريهنسيف انكم، كونسوليديتد ستيتمنت اوف كاش فلو. لحسن الحظ يعني او للاسف، مش عارف انت تعتبرها حسن حظ او اسف، اللي عليك بس الكونسوليديتد ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، وعليك الكونسوليديتد ستيتمنت اوف بروفيت اور لوس. الكاش فلو مش عليك اصلا، كاش فلو مش عليك. مش عارف ليه شايلينها من الدبلومه، ايه السبب، لكن هي مش عليك. وفي الامتحان رئيس لو سمحت سؤال كده في الامتحان، لحظه بس، في الامتحان يجيب لك يا اما سؤال كونسوليديتد فاينانشال بوزيشن او سؤال كونسوليديتد بروفيت اور لوس. يا دي يا دي، اتفضل يا مين. هو الاذر كومبريهنسيف انكم مش تعتبر جزء او مكمل لمفهوم الدخل بتاع الانكم ستيتمنت او البروفيت اور لوس؟ اه ماشي. بعدين يعني لا تعرض في الميزانيه، هي حساب تعتبر اكيوميليت على الميزانيه، صح كده؟ لا لا، ان شاء الله لما نيجي لما ناخد لما تاخد الاي اس رقم 1 القايمه اسمها كده، اسمها بروفيت اور لوس اند اذر كومبريهنسيف انكم. الاذر كومبريهنسيف انكم ده شايفه؟ تمام. ده اللي يخص السنه بس، ده اللي يخص ايه؟ السنه. والاكيوميليتد اللي انت بتتكلم عليه هيظهر في الفاينانشال بوزيشن، صح؟ فهمت حاجه؟ انا سؤالي بس ان هي بتعرض مباشره بعد قائمه الدخل، صح كده؟ ماشي. ايه السؤال يعني؟ هي قائمه اسمها كده، اسمها كونسوليد، اسمها ستيتمنت اوف بروفيت اور لوس اند اذر كومبريهنسيف انكم. مظبوط يا فندم. في طرق العرض يعني؟ عايزك في طرق العرض يعني؟ اه يا فندم. يعني خلينا نتكلم في ده لما يجي في اي اس رقم 1 ان شاء الله، بقول لك طرق العرض. شكرا. مش يعني مش موضوعنا دلوقتي. جروب ستراكشر خلاص، ادي بديك بيرنت وبديك السبسيدري بتاعتها، بديك اكزامبل طبعا. ادي البيرنت. البيرنت هنا قالك with the difficulty of definition and disclosure deal with let us know now look at the group structure. group structure هي عباره عن ايه؟ قال لك the same اسهل شكل يعني، لما تبقى نسبه ملكيه مباشره، ليك حصه مباشره يعني. وديك هنا اكزامبل، ادي الشركه بي تمتلك 100% في S1 وتمتلك 80% في S2 S3 S4. شكل بسيط يعني، شكل سيمبل يعني. خلاص معنى كده دلوقتي مين ال كله هيبقى مملوك طبعا. شركة بي تمتلك S1 هولي اوند يعني 100%. اوكي. وبالنسبة الثانية دي تعتبر بارشلي ايه؟ بارشلي اوند سبسيدري. وطالما بارشلي اوند سبسيدري معنى كده ان يبقى في اوتسايد انفستورز اللي هم النون كنترولنج انترست. اوكي شكل بسيط، ما تتخضش منه، ملوش لازمه يعني. الحته دي ظريفه ومرتبطه بمعيار رقم 24 اللي هو الخاص بالريليتد ايه بقى؟
بالريليتد بارتي اللي خاص بيها شباب بالريليتد ايه بالريليتد بارتي ايه ترانزاكشنز. هنا لما بنقول الشركه البيرنت بتمتلك او اسف لها كنترول على الشركه السبسيدري، انت عارف ده معنى ايه ولا لا؟ تعال نقول ساعات بيحصل لو انا كشركه بيرنت وعايز اعمل ارباح وانا في معاملات بيني وبين الشركه السبسيدري وببيع لها بضاعه وانا هدفي ان انا اعمل ارباح، تفتكر اعمل ايه؟ اعلي السعر. اعلي السعر، ما انا اللي عندي كنترول. يعني انا ممكن كشركه بيرنت ببيع البضاعه في السوق ب 100,000 اما اجي ابيعها للسبسيدري ابيعها ب 120,000 130,000. ايه الفكره؟ ان انا عايز اكسب، ان انا عايز احقق ارباح. طيب لو انا بشتري من السبسيدري اشتري منها بسعر ايه؟ سعر قليل. عشان اعمل ارباح. طيب لو انا بعمل قرض ادي قرض للسبسيدري وازود عليها الفايده عشان احقق ارباح. فالفكره هنا بتقول ايه؟ بتقول لك ان ممكن هذه المعاملات اللي هي بين البيرنت وبين السبسيدري ممكن تبقى arm's length transactions. يعني ايه كلمه arm's length؟ يعني not arm's length transaction، يعني ليست معاملات ذات اراده حره. كلمه arm's length transaction ده مصطلح او ترجمه لكلمه المعاملات ذات الاراده الحره، ان انا لما باجي ابيع لك ابيع لك بحريه، ابيع لك زي ما ابيع لغيرك، واخد بالك؟ فدي بيسموها ايه؟ arm's length ايه؟ arm's length ايه transactions. فجي قال لك ايه هنا؟ قال لك في هذه الحاله المعاملات دي على فكره بتندرج تحت مسمى related party transaction، معاملات مع الاطراف ذات العلاقه. وعشان كده لما بنيجي نعمل consolidation المعاملات اللي هتتم بين الشركه بالبيرنت والسبسيدريز احنا هنعمل لها عمليه استبعاد في القوائم الماليه المجمعه. هنعتبر ان هذه العمليات كانها لو لا كما لم تكن. يعني لو الشركه البيرنت بعت حاجه للشركه السبسيدري اعتبر ان عمليه البيع دي ما تمتش، لان انا بالنسبه لي اعتبر ان الشركه البيرنت والسبسيدري كانهم كيان واحد، كانهم سنجل ايكونوميك انتيتي، كانهم سنجل يا جماعه ايكونوميك ايه انتيتي. نقرا الكلمتين دول كده ونظبط الاداء ان شاء الله. انا اديتك المقدمه خلاص. قال لك جروب اكاونتس ذا ريليتد ايه بارتس ايشوز. قال لك بيرنت كامبرز اند سبسيدري ريليتد بارتس ان شاء الله. ريت برده دي معيار رقم 24. بير ان مايند افتكر ان الريليشن دي كان بي اكسبلويتد، ان العلاقه بين الشركه البيرنت وبتاع ممكن تفسد، يبقى فيها حاجه مش مظبوطه زي ما قلت لك ايه ان انت، او يبقى فيها استغلال. قال لك اي اس رقم 24 ما بتاع الريليتد بارتي دوت دروز اتنشن، يعني لفت الانتباه ان السيجنيفيكانت ريليتد بارتي ريليشن شيب اند ترانزاكشن، يبقى في علاقه مع الاطراف ذي العلاقه او معامله يعني ذات ترانزاكشنز بتوين ذا بارتيز مي نوت بي ممكن ما تبقاش ارمز ليس، يعني ما تبقاش ذات اراده حره. And the users of the financial statement must be made aware، ولازم قارئ أو مستخدم القوائم المالية يكون عارف إن في حاجة في علاقة وإن العلاقة دي ممكن تأثر على نظرته للفاينانشال إيه ستيتمنت. تعالى بقى نشوف إكزامبل هنا. لو أنت بتتكلم على الإنديفيدوال كامبني أكونتس، لو أنا بتكلم على الشركة البيرنت دلوقتي، أنا بتكلم من وجهة نظر الشركة البيرنت بس. الشركة البيرنت هنا لو عايزة تعمل ربح هديك أمثلة كتير بقى. ممكن السبسيدري سيل جودز تو ذا بيرنت بسعر لو برايس. السبسيدري هي اللي بتبيع للبيرنت بسعر ايه قليل، معنى كده ان البيرنت هيكسب. كلمه ارتفيشال هنا مصطنعه لو برايس. قال لك ده هيعمل ايه؟ هيعمل انكريز للبيرنت كومباني بروفيت، وايل في نفس الوقت هيعمل لك ريديوسنج للبروفيت اوف ذا سبسيدري. بالنسبه للبيرنت كستاند الون كسبت لان هي بتشتري بسعر قليل، بالنسبه للسبسيدري تعمل خساره. طبعا ده يبقى ضار بالمساهمين بتوع السبسيدري، مش كده؟ بالظبط طبعا. طبعا وبالذات اللي هو النون كنترولنج انترست، اللي هو النون كنترولنج انترست. قال لك اهو، طب البيرنت برضو ممكن تبيع بضاعه للسبسيدري بسعر اعلى، نفس الكلام. او السبسيدري ممكن تدي قرض للبيرنت بسعر فايده اقل، او البيرنت ممكن تدي سعر، وهكذا نفس اللعبه بتاعتها اللي احنا بنلعبها. واضح يا فندم؟ او ممكن ابيع لهم اصول بقيمه بيكون اكبر من القيمه الدفتريه، وهكذا. قال لك بقى في الكونسوليديشن هنعمل ايه؟ adjustment. قال لك the transaction above seeks to improve individual parent company account، صح؟ المعاملات اللي فوق دي اللي قلناها بتحسن القوائم اللي بتاعت الشركه البيرنت لوحدها كانديفيدوال كستاند الون.
وفي نفس الوقت على حساب سبين سنه يعني على حساب اوف ذا انديفيدوال سبسيدري اكاونت. صح. قال لك الديفيدنس بقى ار بيد تو شير هولدرز اون ذا بيسز اوف ذيس انديفيدوال كومباني فاينانشال ستيتمنت نوت ذا كونسوليديت فاينانشال. واما بيجي يدفع توزيعات ارباح، توزيعات الارباح بتدفع على فكره، بتدفع على القوائم الماليه ستاند الون، يعني البيرنت او السبسيدري هم اللي بيدفعوا توزيعات الارباح. الكونسوليديشن كقائمه ما فيش توزيعات ارباح منها يعني. فبيقول لك بقى ايه عشان نقلل الفرصه ان يحصل عمليه تلاعب ده بقى في الكونسوليديشن، المعاملات هنعملها عمليه ايه بقى؟ اليمينيشن. هنعملها عمليه يا جماعه اليمينيشن. قال لك which was not then consolidated، يعني المعاملات المتبادله اللي بينهم هنعمل لها اليمينيشن، يعني مش هتخش معايا في الايه؟ في الكونسوليديشن عشان نقلل القصه دي. خلاص كده؟ كلمة disposal of subsidiaries هنا معناها ايه؟ استبعاد، اللي هو الاستبعاد بسبب الكنترول. في شركة بيرنت عندها سبسيدري، ركز معايا في دي، وعايزة تبيعها. شركة بيرنت عندها ايه؟ سبسيدري وعايزة تبيعها. انا لما اجي ابيع السبسيدري مش المفروض عشان ابيعها بمبلغ كبير السبسيدري دي تكون عاملة ارباح ولا لا؟ بالظبط مظبوط. او معامل عكس اللي قلت فوق، يعني البيرنت تبيع للسبسيدري بسعر قليل عشان السبسيدري تبان ان هي كسبانه، او البيرنت تشتري من السبسيدري بسعر عالي عشان السبسيدري هي اللي تبقى كسبانه. فلما اجي ابيع السبسيدري ابيعها بسعر ايه بقى؟ عالي. يعني عكس اللي فوق كله. هو نفس الكلام هنا، قال لك ايه؟ قال لك نفس القصه. هو ذا سيتويشن ابوف ار كونسيرند ويز امبروفينج ذا ابييرنس، يعني المظهر بتاع البيرنت، عايزين نحسن المظهر بتاع البيرنت او ذا جروب فاينانشال ستيتمنت ات ذا اكسبنس اوف ذا سبسيدري. قال لك ذير مي بي اوكيشنز، بعض الحالات يبقى العكس بقى. العكس اللي هو ايه بقى؟ لو انا عايز ابيع السبسيدري فتلاقيني ماشي بالعكس. وضحت يا شباب؟ وضحت دكتور. يلا، في الايفكت اوف تريدنج زي احنا قلناها قبل كده برضو. ايفكت اوف تريدنج ايه المقصود بيها بقى؟ المقصود بالايفكت اوف تريدنج زي ما قلت لك ان ممكن الشركه البيرنت تاثر على السبسيدري. ازاي؟ انا ممكن اخلي البيرنت، اسف، البيرنت تخلي السبسيدري ما تتعاملش الا مع البيرنت بس، او اخلي السبسيدري تتعامل مع موردين بعينهم. صح ولا لا؟ مظبوط. او اخلي السبسيدري تبيع لعملاء بعينهم، او اخلي السبسيدري تكون منافس ليا في السوق فاستحوذ عليها فمنعها ان هي تنافسني، وهكذا. فبيتكلم هنا على الايفكت اوف ايه؟ اوف تريدنج. قال لك even where no related party transaction، حتى لو ما فيش related party transaction، يعني ما فيش معاملات، the parent subsidiary relationship can still affect، ممكن تأثر على how the parties do business، ازاي بيعملوا الشغل بتاعهم. For instance، على سبيل المثال، prior to the acquisition، قبل عملية الاستحواذ by the parent، the subsidiary had a major customer، ممكن يكون عندها عميل مهم جدا السبسيدري او supplier، والعميل ده يكون competitor للبيرنت، يعني السبسيدري بتتعامل مع منافس للبيرنت. في هذه الحاله نتيجه التريدنج ارينجمنت ده كان بي اكسبكتد تو سيز هذه المعامله، ممكن توقف اوقفها اقول له ما تعملش مع الراجل ده عشان منافس ليه. السبسيدري برضه بي اتسيلف هاف بين، ممكن السبسيدري تكون كومبيتيتور اصلا للبيرنت، ومجرد ما البيرنت استحوذت عليها المنافسه ايه؟ وقفت. قال لك از جاست ا كيس، او في هذه الحاله ناو هاف تو ويزدرو، ممكن تسحبها فروم سيرتن ماركت من اسواق معينه ان فيفر اوف ذا بيرنت لمصلحه البيرنت. واضح يا فندم؟ وعايز يقول في الحته الاخيره دي يا سعاده الرئيس، عايز اقول لك ان ممكن يبقى على الرغم ان مفيش ريليتد بارتي ترانزاكشن، لكن البيرنت بتاثر على البيزنس بتاع السبسيدري بس بتحكم فيها. تمام. بس بيتحكم فيها ازاي؟ ان هو ما يخلوش واضحه. تمام. ايه ده، خلصنا؟ الف مبروك يا شباب. الله يبارك حضرتك يا دكتور. الشابتر خلص، لسه هناخد كمان نص ساعه كده بعد ما نخلص، ما خلصتش لسه، هنخش في الشابتر اللي بعده على طول. بيقول لك عرف السبسيدري، مين عرف السبسيدري؟ السبسيدري عباره عن هي شركه ليها مثلا تبعه الشركه بيرنت. سبسيدري از ان انتيتي كنترولد باي انذر انتيتي. ما تقول الكلمتين. صحيح. ايه تقول كده؟ مش هي كده ولا لا؟ امتى يبقى فيه كنترول؟ في ايه؟ الباور وابيليتي تو يوز الباور. احييك يا بيه، هما ثلاثة، الباور، الابيليتي تو يوز الباور، الابيليتي تو يوز الباور، واكسبوجر اور رايت، واكسبوجر اور رايت، واكسبوجر اور رايت.
ثلاثة of the involvement in the investee. صحيح صحيح. طيب ايه الرقم بعد كده بيقول لك ايه؟ الاكاونتنج تريتمنت فور ا بيرنت اوف ا كمباني. لا البيرنت اوف الابيرنت اوف كمباني يقصد ده كونسوليديشن بقى. يعمل كونسوليديشن ويعرضهم كانهم ايه جروب واحد. ماشي. لو في تحته سبسيدري لو في لا هو خلاص البيرنت طالما بيرنت البيرنت المفروض يعمل كونسوليديشن يعني يجمع كونسوليديشن يعمل جروب. وات اكونت تريتمنت انا بحسب يقول وين. لا تمام. طب امتى يعمل اكزيبشن؟ قلنا الاكزيبشن صح؟ عرضنا الشروط بتاعت اربع حاجات بابليك كريديت. اوكي هاو شود انفستمنت ان سبسيدري. الانفستمنت في السبسيدري يظهر فين؟ في السيبريت فاينانشال ستيتمنت بتاعت البيرنت. يظهر ازاي؟ حاجه من ثلاثه كوست بيظهر كانفستمنت ونعالجه حسب الاحوال يا اما بالكوست او الايكو او الفرنس رقم 9. ايه هي النون كنترولنج انترست؟ It's remaining in equity. عارف ايه اللي هي حاجه مش بتاعتنا اللي هي الحاجات اللي هي نوت يعني اللي هي نوت اتريبيوتبل تو سبيرنت. اي حاجه ايكوتي او نوت اتريبيوتبل تو سبيرنت هتبقى بتاعت النون كنترول مش كده؟ خلاص كده خلصنا وتبقى تقرا الدسكشن. هقف معاك بقى هنا. ايه ستوب شير بوز ريكورد. بسم الله الحمد لله كده ايه ربنا كرمنا كده يا شباب وخلصنا شابتر رقم 20. هنخش بقى في شابتر رقم 21. شابتر رقم 21 ده بدايه الكونسوليديشن بجد يعني. فنبدا كده نشوف الشابتر ده بيتكلم على ايه بسرعه كده. شابتر رقم 21 زي ما شايف هيتكلم على الكونسوليديتد ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن. انا عندي هتكلم مره على الكونسوليديتد ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن وبعد كده هنتكلم على الكونسوليديتد ستيتمنت اوف بروفيت اور لوس اند ايه اند اذر كومبرهنسيف انكم. وزي ما قلت لك قبل كده في السؤال المجمع او السؤال في الامتحان يا اما بيجي يا ده حسب الاحوال يعني بيجي واحده في الاثنين. ملاحظه سؤال بقى كده ثاني. سؤال القوائم المجمعه مش بيجي بس القوائم اللي هي مجمعه بيدخلك معاه حاجه في الليزز حاجه في البنشن حاجه في البروبرتي بلاند اند كوميت يعني بيبقى يتناول اكتر من موضوع. وملاحظه ثانيه ممكن يجي لك سؤال ثاني في الامتحان يعني السؤال الاولاني كونسوليديتد ويجي لك السؤال الثاني في الامتحان جزء من السؤال الثاني او الثالث حاجه برده في الكونسوليديشن عادي يعني ما فيش مشكله. في سنه من السنين افتكر في 2020 جاب لهم السؤال الثاني بيتكلم على حاجه ليها علاقه بالامبيرمنت اوف جود ويل. فيعني ايه اما تيجي تذاكر تبقى واخد بالك من النقط دي. النهارده مش هنقدر طبعا عشان المحاضره بتاعتنا هناخد بس مقدمه في موضوع كده هتكلم عليه. هقول لك ايه اللي هنشرحها دلوقتي وبعدين نرجع لها. هنتكلم على حاجه اسمها الكونسيدريشن المقابل. دلوقتي لما كراجل انفستور راح اشتري شركه انفستي استثمر فيها هدفع فيها ايه؟ ده السؤال اللي عايزين نتكلم عليه دلوقتي. عايز اقول لك دي هتبقى رقم 4 دي اللي هنشرحها بس ودي هناخدها كمقدمه للمره الجايه. حد يعرف رقمها كام؟ افتكر 4.13 تقريبا. خلينا نجري كده بسرعه. لا هشرحها دلوقتي والمره الجايه ان شاء الله هنبدأ نخش في المعمعة يعني. كل الكلام ده إن شاء الله المرة الجاية هنشرحه إن شاء الله. يا نهار أبيض. 4.13 كم؟ 4.13 ماشي صفحة كام بقى 4.13 دي؟ 399 الكتاب. طب خلاص قربنا. هو ليه مش عايز ينزل ال يلا بينا. خلاص طالما انت عرفت ده 4.13 خلاص بقول لك ايه يلا بينا. اسمه ايه العنوان اسمه ايه عندك بقى؟ هو دي هي دي هو دي اللي عايزينها التايب اوف كونسيدريشن. ستوب شير يا باشا وتعالى لي بقى نشرح بقى التايب اوف كونسيدريشن. التايب اوف كونسيدريشن الشباب برضه اللي هو ايه اللي هو هيذاكر معانا من الكتاب دي في شابتر كام؟ انا في شابتر كام دلوقتي؟ دخلت في شابتر كام؟ 21 وبتكلم على 4.13 بدات بيها ده. انا كشركه دلوقتي عايز استثمر في شركه ثانيه. حد بيسجل يا جماعه؟
لا دكتور حضرتك التسجيل شغال عند حضرتك؟ هو شغال دلوقتي التسجيل؟ ايوه دكتور. اه شغال. هنتكلم على التايب اوف كونسيدريشن. كنا احنا قلنا ايه؟ قلنا ان انا كراجل انفستور بستثمر في شركه اسمها انفستي. اوكي. الانفستور دوت بيسجل عنده في الدفاتر لما بيشتري بيقول ديبت انفستمنت من حساب الاستثمار. صح ولا لا؟ وعلى فكره من حساب الاستثمارات لو انا بتكلم على شركه سبسيدري يبقى هو الانفستمنت ان السبسيدري بتاعه. السؤال بقى لما يجي يقول كريدت هيدفع ايه؟ ايه المقابل اللي هيدفعه؟ هل هيدفع كاش؟ ولا هيدفع ايه بالظبط؟ فعشان كده عايزين نتكلم على التايب اوف كونسيدريشن. والشباب اللي بيحضروا معايا على طول دايما نستخدم مصطلح كونسيدريشن لو تفتكر، اقول لك المقابل، لان المقابل مش معناه الفلوس، مش معناه الكاش بس، لا ده الكونسيدريشن يبقى ليه انواع. الكونسيدريشن عندنا اربع انواع. النوع الاول اللي احنا كلنا عارفين اللي هو الكاش، ماشي، ما ده عادي ان انا هدفع كاش. في بقى ممكن المقابل بتاعنا يبقى نوع تاني. اسمه ايه النوع التاني؟ اسمه contingent consideration. contingent consideration معناها ان انا المقابل اللي هدفعه هيبقى معلق على شرط. contingent معلق على شرط. لو الشرط حصل هدفع، لو الشرط ما حصلش مش هدفع، يبقى اسمه contingent consideration. النوع الثالث هيبقى اسمه deferred consideration. يعني ايه كلمه deferred consideration؟ يعني مقابل مؤجل. يعني انا هدفع ما تقلقش، انا هدفع، انا جاي في الطريق وهدفع، بس هدفع في المستقبل قدام شويه، كمان سنه كمان سنتين. يبقى ده اسمه deferred consideration. النوع الاخير اللي هنقوله النهارده اللي هو هيبقى اسمه شير اكستشينج او ستوك شير اكستشينج، ان انا هدفع عن طريق ان انا اديك اسهم. هنتكلم عليهم واحد واحد. يبقى هم دول التايبز اوف، يا جماعه، اوف كونسيدريشن. التايب اوف ايه؟ اوف كونسيدريشن. هناخدهم واحد واحد بقى ان شاء الله كده ونخلص النهارده ونقفل المحاضره بتاعه النهارده. ماشي يا بيه، تحب نبدا بمين الاول؟ الكاش. الكاش خلاص اصلا يعني، بس يلا عشان خاطرك هتجيب الكاش. الكاش هتاخد ايه؟ والله انا خدت اشتريت استثمارات في الشركه اللي هو يقول ديبت انفستمنت. انا خلي بالك انا بتكلم من وجهه نظر الشركه الانفستور دلوقتي. بتكلم من وجهه نظر الانفستور اللي هي بقى هسميها الانفستور او البيرنت. هو اشترى بيشتري فيقول ديبت انفستمنت ان الشركه السبسيدري، دفع كاش وليكن مثلا $600,000. يبقى إيه هيجي هنا يقول كريدت ايه؟ كريدت كاش $600,000 وخلاص على كده. يبقى ده اسمه ايه؟ الكونسيدريشن. واضح يا فندم؟ ما عنديش اي مشكله ولا اعتراض ولا اي حاجه. ساعات بنسميها كونسيدريشن ونزود عليها بقى ايه؟ بيبقى اسمه كده كونسيدريشن. مش هقول بقى بيد، خليها ترانسفيرد احسن، تبقى عام تشمل كل انواع الكونسيدريشن. حد عايز يسال سؤال في الكاش؟ لا طبعا هتسال سؤال هتقولي هو في حاجه احنا قلناها اصلا. الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها اللي هي حاله ايه بقى؟ contingent consideration. لا contingent consideration. بس عاده الكونتينجنت كونسيدريشن ده بيبقى كالاتي. كونسيدريشن بيبقى كالاتي. شوف يا سيدي، احكي لك القصه وبعدين نشوف. اقول لك ايه؟ انا هشتري منك الاستثمار. اوكي يلا هشتري الاستثمار، يبقى هو الديبت الانفستمنت ان اس شركه اس، ويا عم كريدت هدفع لك حته كاش، اديك كاش، اكاش لك مبلغ وليكن مثلا يعني المبلغ اللي انا هكاشه لك $200,000. واجي اقول لك ايه؟ معلش انا لو انت كشركه بستثمر فيها، الشركه اللي انا بستثمر فيها دي عملت ارباح $1,000,000، انا هدفع لك كمان كونسيدريشن. هدفع لك كونسيدريشن. الكونسيدريشن اللي انا هدفعه لك دوت هيساوي $500,000. هيساوي كام؟ بس هدفعه لك امتى؟
ها وين ايه وين لما الشرط يتحقق وين وين ذا انفستي ماشي كده ساتسفاي مثلا او اتين او ساتسفاي مثلا نوت بروفيت مثلا مليون دولار. هنا ايه اللي حصل بقى؟ اقول لك انا ايه اللي حصل. اصبح مبلغ ال 500000 دولار ده شايفه ولا لا؟ سداده ماله؟ معلق. معلق على شرط. هذا الشرط قد يحدث وقد ايه؟ لا يحدث. عشان كده اسمه كونتينجنت. وممكن كمان يعني الشركة ممكن تعمل ممكن ما تعملش أرباح. فبنعمل إيه؟ نبدأ نقدر ال 500 ألف دولار دي، ندرس نشوف هل أنا هدفعها ولا مش هدفعها. طب أعمل إيه يعني؟ قال لك معلش بقى شوف لي ليها الفير فاليو. شوف لي إيه؟ شوف لي إيه؟ فير فاليو. فالمعيار قال لك إيه؟ قال لك والله طالما بتكلم على contingent consideration، contingent consideration دي يا فندم لازم ها must be measured، لازم تقيسها. قيسها بايه بقى؟ هتقيها بالفعل، لازم تشوف القيمه بتاعتها. بنحاول نقدرها ونحط احتمالات. هل انت بعد سنتين، لو افترض ان الفتره سنتين مثلا، هل بعد سنتين ممكن الشركه دي تحقق ارباح ولا لا؟ طب احتمال لو حققت ارباح هيبقى احتمال. نعمل دراسه ونقدر الفير فاليو. خد بالك بقى الفير فاليو هنا هتبقى تقديريه. هتبقى ايه؟ هتبقى تقديريه. قسنا الفير فاليو فور اكزامبل يعني اتحسبت طلعت بتساوي كام؟ ال 500000 دي لما حسبنا لها فير فاليو طلعت، لو انا هسجلها دلوقتي هسجلها بكام؟ 800 مثلا. عادي ب 400000. يبقى هي هي كريديت، هو مسجل هنا كريديت، واقول ايه؟ contingent liability التزام محتمل عليا بكامل. الالتزام المحتمل عليا ده طلعناه بكام؟ ب 400000 اللي هو يمثل ايه؟ 400000 فير فاليو. يمثل ايه؟ الفير فاليو. يبقى انا كده الاستثمار وقف عليا بكام؟ 200 و400. يعمل كام؟ 200. يعمل 600000 دولار. بس استنى لحظة واحدة عشان الموبايل قصة شحن. بس استنى بقى، استنى ايه اعمل فيه؟ شوف يا سيدي، خلي بالكم الموبايل هيفصل شحن. طب نوقف التسجيل لا تكتب؟ لا لا عادي عادي. الكاميرا مش ظاهرة ولا ايه؟ خلاص كده ظهرت الكاميرا تاني. يلا بينا ظهرت. بس استنى بقى، انا سجلت الكونتينجنت لايبيلتي بالفير ايه؟ الفير فاليو. الفير فاليو دي مالها بقى؟ حسبتها امتى؟ ات ذا اكوزيشن ديت، في تاريخ الايه؟ وانا بستحوذ وانا بشتري صح؟ خلاص انا عندي الانفستمنت اهو 600000، وعندي هنا الكاش، وعندي الكونتينجنت ايه؟ لايبيلتي. حد عنده اعتراض؟ ما عنديش اعتراض. المشكله في ايه بقى؟ هقول لك انا، ان عشان ده كونتينجنت لايبيلتي الفير فاليو بتاعته ممكن تتغير. ممكن ايه؟ تتغير. مش فاهم يعني الكونتينجنت لايبيلتي ده هيزيد ولا مش هيزيد؟ ممكن يزيد، لان ده التزام عليا، والمفروض ان انا باجي اعيد قياسه او اعيد حسابه في تاريخ اعداد القوائم الماليه. فايه اللي هيحصل؟ ممكن الكونتينجنت لايبيلتي ده يحصل فيه تعديل في القيمه بتاعته، يطلع قيمته بدل ما كانت 400 المفروض كانت تبقى 450000. نعمل ايه بقى؟ ده السؤال. قال لك بص، لو انت بوست اكوزيشن، خلاص انا كده الكلام ده عملته امتى؟ ايه؟ ديت اوف اكوزيشن. انا بتكلم دلوقتي على بوست اكوزيشن. بوست اكوزيشن يعني ايه؟ يعني بعد الاستحواذ خلاص، بعد ما انا استحوذت. انا استحوذت خلاص وما عنديش مشكله، وعندي في الدفاتر لايبيلتي متسجل، او في البوكس لايبيلتي متسجل بالفير فاليو. حصل في ايه بقى؟ حصل تشينج في الفير فاليو.
اعمل ايه في التشينج دوت بقى؟ الفير فاليو دي بدل يا جماعه بدل البكالوريوس احنا كنا حاسبينها تقديري ب 400,000 زي عارف انت فكره المخصصات والحاجات دي؟ اعمل ايه بقى دلوقتي؟ قال لك بص التشينج دوت التغيير اللي هيحصل ده لازم نعرف ايه سببه. لو كان سببه ان كان في معلومات المفروض تكون موجوده وقت الاكوزيشن وانا ما كنتش عارفها يبقى سبب التشينج دوت وجود ايه بقى؟ اديشنال ايه؟ اديشنال انفورميشن. ايوه اديشنال، السلام عليك، اديشنال انفورميشن، تكون في معلومات والمعلومات ديت افكت هتاثر على البوزيشن، هتاثر على البوزيشن اللي هو الموقف بتاعك او المركز بتاعك. بس كان امتى؟ ات ذا اكوزيشن ديت. هات ايه يا جماعه؟ هات ايه؟ اكوزيشن ديت. يعني القيمه لما اتغيرت كانت 450,000 وكان المفروض ال 450,000 دي كنت انا عرفتها وانا امتى؟ في تاريخ الاستحواذ، ما كنتش عارفها. ما كنتش عارف. اعمل ايه؟ قال لك في هذه الحاله هتعيد حساب الجود ويل. هتعيد حساب يا جماعه ها الجود ويل، لان خد بالك الانفستمنت دوت او ال 600,000 دي هي اللي بتحسب بيها الجود ويل، فده هياثر على حساب الجود ويل. هنعمل ريميجر للجود ويل، طبعا هناخد بالتفصيل بعدين ازاي نحسب الجود ويل. يبقى امتى انت ترجع وتعيد حساب الجود ويل؟ لما يكون التغيير في الكونتنجنت لايبيلتي ماله؟ رجع لتوافر معلومات كانت المفروض تكون موجوده في تاريخ ايه؟ استحواذ الاكوزيشن دي. تاريخ الاكوزيشن عادي، وده كلام منطقي على فكره، لان انا كنت مقدرها ب 400,000 توافرت ليك معلومات، والمعلومات ديت كانت بتقول المفروض تبقى ب 450,000. يبقى في هذه الحاله احنا المفروض ان احنا نعدل الحسابات بتاعتنا ونرجع نخلي دي ب 650 كانفستمنت، ونرجع نروح نعيد حساب مين؟ الجود ويل. طيب امال الجود ويل يا ريس هنا بقصه الانفستمنت؟ ما الجود ويل هتتحسب هنا اصلا. طريقه حساب الجود ويل لما نيجي نشوفها ان شاء الله الجود ويل اسم حضرتك ايه الاول؟ احمد عبد الخالق. ال 600,000 دي اسمها كونسيدريشن بيت صح؟ او ترانسفيرد صح؟ فهمت تمام. وهنا دي وهنا برضو في كونسيدريشن صح؟ تمام فهمت. اصلا الجود ويل هتبقى عباره عن ايه؟ ان انا هقارن الكونسيدريشن اللي انا اتحملتها دي مع القيمه السوقيه بتاعت الشركه اللي انا اشتريتها، والفرق بينهم هيبقى مين؟ جين او لوس. هيبقى جود ويل. جود ويل، جود ويل. فدايما دايما الكونسيدريشن ترانسفيرد، الكونسيدريشن ترانسفيرد هو طرف في المعادله اللي بتحسب الجود ويل. طرف في ايه؟ صحيح. هناخدها المره الجايه بالتفصيل ما تقلقش. كلمه الكونسيدريشن يعني دايما دايما اول حاجه كده لما ببدا احسب الجود ويل اول حاجه بكتبها الكونسيدريشن ترانسفير، اول حاجه واخد بالك، هي دي الاساس عندي في حساب الجود ويل. ماشي يا ريس، اجبت على سؤالك كده؟ تمام يا فندم. طب افرض بقى التغيير ده تغيير عادي خالص، حصل التشينج ده حصل عادي جدا نتيجه معلومات افتر في الاكوزيشن ايه دي، عادي حصل تغيير عادي نتيجه توافر معلومات جديده مالهاش علاقه بوقت الاستحواذ. قال لك حسب بقى نوع اللايبيلتي اللي عندك، اللايبيلتي اللي عندك ده ايه بالظبط؟ ايه نوع اللايبيلتي اللي انت بتدي للناس؟ اللايبيلتي دوت لو مثلا كان انك بتتعهد انك هتدفع مبلغ معين او حاجه، فممكن حسب تصنيفه هل ممكن اعالجه وفق الاي اس رقم 37 اللي هو بتاع المخصصات، عارف المخصصات؟ ايوه. عادي يبقى مخصص والتغير دوت اسجله في الاكسبنس، يبقى ديبت بروفيت اور لوس كريدت كونتنجنت لايبيلتي عادي. ازوده زي المخصص بالظبط اللي كنا بنقوله زمان، او ممكن يكون ده اصلا انت متعهد ان مسجله عندك كفاينانشال لايبيلتي، مسجله فاينانشال لايبيلتي عندك في الدفاتر عن طريق انك بتسجله بالفير فاليو ثرو بروفيت اور لوس، فنعالجه وفقا اللي هي اي اف ار اس مثلا رقم 9 اللي هو يقول لك مثلا فير فاليو ثرو بروفيت اور لوس. ماشي، يعني التغير دوت يسمع في اللوس. او لو انت كنت بتسجل ايكوتي انك هتطلع للناس دي اسهم، بس اصدار الاسهم ده معلق على شرط، عاده الايكوتي ما بتعملهاش ريميجرمنت. يعني لو انت هتصدر اسهم، لو انا اللي هصدر اسهم بتاعت الشركه بتاعتي انا يعني كومن ستوك او اوردن شير، الايكوتي عاده النوت ايه؟ نوت ريميجرمنت. بس هي دي الحالات بتاعتي. خلاص كده خلصنا الكونتنجنت ايه؟ كونسيدريشن. نختصر تاني الكونتنجنت كونسيدريشن كده بسرعه. الكونتنجنت كونسيدريشن معناه ان انا هديك ايه؟ هدفع لك ايه؟
هدفع لك كونسيدريشن دوت هيكون معلق على ايه؟ على شرط. الشرط ده ممكن يكون حاجات كتيره بقى، اهم حاجه الشرط دوت لازم اقيسه بالفير فاليو، اقيسه بالفير فاليو بتاعت الاكوزيشن ديت واسجله عندي. طب لو حصل تشينج في الفير فاليو نسال نفسنا سؤال، التشينج اللي حصل في الفير فاليو ده او الادجستمنت ايه سببها؟ لو اديشنا انفورميشن كانت موجوده ات الاكوزيشن ديت برجع اعيد حساب الجود ويل. طيب لو كانت انفورميشن افتر الاكوزيشن ديت عاده بتروح على البروفيت اور لوس، او خلينا ايه نشوف اللايبيلتي اللي انت سجلته ككونتينجنت ده يمشي مع انهي معيار اكتر. لو اي اس 37 اوكي، لو اف ار اس 9 ماشي، لو ايكوتي عاده ما بنعملهاش ايه عمليه قياس بتبقى نوت ايه ريميجر. نقرا الكلمتين دول كده الله يكرمك دكتور. بس هو الكونسيدريشن هنا كله 500 ولا بس الكونتينجنت هو 500؟ كونتينجنت بس 500 بس، لكن احنا هنا كانت هي بوث في كونتينجنت وفي كاش، يعني احنا هنشتري الاستثمار ده بكاش وكونتينجنت. اهو بقيت اهو، ما انا عملت لك كده اهو ديبت انفستمنت مظبوط. كريدت كاش وكونتينجنت. طب افرض الكونديشن ده ما اتحققش يا دكتور، عادي هقفله عادي مخصص، ما انت بتعمل مخصص يعني هقفل الكاش بعد مرور سنتين اتنين مع الانفستي. هقفل الكاش، هقفل الكونتينجنت بس. ما هو والكاش اللي راح للانفستي ب 200,000 ما راح له من مده سنتين، ما هو الشرط ان حضرتك كنت بتقول ان الشرط ان هي تعمل لا بروفيت. لا لا مليون مليون لحظه بس لحظه بس ده حاجه ما لهاش علاقه بده. ده ملوش علاقه مش ده الكاش ده لوحده. ما هو ده مش جزء من الكونسيدريشن. لا يا فندم ملوش علاقه اصلا. ماشي، انا اتفقت معاك دلوقتي حضرتك ان انا هشتري منك استثمار صح؟ ماشي، كان يشتري لك 200,000، خدت ال 200,000 خلاص؟ ده يعتبر من ضمن الكونسيدريشن؟ يا عم اسمعني بس ما تصبر عليا، خدت ماشي 200,000 وجيت قلت لك ايه؟ قلت لك يا عم لو الشركه بعد سنتين عملت ارباح مليون دولار انا هدفع لك كمان 500,000. ماشي، ال 200,000 دول خلاص. ايوه حلو كده، خدتهم مالناش دعوه بيهم، احنا بنتكلم في ال 500,000 دلوقتي، اعمل فيهم ايه اللي لسه هدفعهم بعد سنتين؟ لا ما هو الشرط ما اتحققش بقى اهو، انا كده واقف على ال 200. ايوه بيه، انا دلوقتي انا بكلمك دلوقتي الاتفاقيه دلوقتي الاكوزيشن ده اللي حصل بيننا. ماشي، انا ما حققتش المليون دولار، النت بروفيت بتاعتي ما حققهمش، يبقى انا خلاص هرجع زي بعد سنتين مرجع. خلاص بقى انت سجلت، بص انت سجلت الاستثمار، انت سجلت الاستثمار خلاص صح؟ ما هو انا سجلت ال 200,000 ما سجلتش الاستثمار ككل. يا باشا ما قيد عمل اهو خلاص دلوقتي. ما يا بيه ما انا عملت قيد دلوقتي اهو، يا بيه انا عملت قيد دلوقتي اهو، ركز معايا بس، انا عملت قيد اهو دلوقتي شايفه ولا لا؟ ما هو ده حضرتك قلت لي لما هنعمل الـ هجيب البريزنت فاليو بتاع ال 500. على فكره ده بعد السنتين. انا ما قلتش هجيب البريزنت فاليو، انا قلت هجيب. لا يا بيه ده دلوقتي يا بيه، القيد ده بيتعمل امتى؟ اسم حضرتك ايه الاول؟ ابراهيم. فير فاليو ات ايه؟ شايف الكلام ات ايه؟ الاكوزيشن ديت. انا قلت بعد السنتين. اصل متعلق على الكونديشن اللي هو انا هعمل عشان كده انا بثبته. ما هو ده كونديشن انا بثبته بس براحه بس عشان نفهم. انا دلوقتي عليا التزام ان انا بعد سنتين هدفع 500,000 دولار. بقيس الفير فاليو بتاعت الالتزام ده، قست الفير فاليو طلعت مثلا كام؟ 400. اثبتها دلوقتي وقتي وانا واقف دلوقتي اهو، اثبتها دلوقتي. اثبتها في تاريخ مين؟ الاكوزيشن ديت. وده المعيار يقول لك كده اتس ماست ان انت تو ميجر الكونتينجنت لابيلتي بالفير فاليو ات ايه؟ الاكوزيشن ديت. بقى اعمل كده ديبت انفستمنت 300,000 كريدت كاش. ولو الكونديشن ده ما اتحققش ما اصبر بس عليا بقى، اصبر بس احكي لك. ماشي، عملت القيد ده خلاص، القيد ده اتعمل بكام؟ ب 600. ال 200,000 دي اتدفعت خلاص مالناش دعوه بيها. احنا كلامنا كله في مين بقى؟ في الحاجه اللي اسمها ايه؟ 400 اللي هو اللي هو الكونتينجنت لايبيلتي. كونتينجنت كل سنه بتقيسه بالفير فاليو، يعني هذه السنه الثانيه اشوف الفير فاليو بتاعته ايه نظامها، زادت ولا نقصت، ونشوف سبب التغيير في 400,000 دي ايه سببه. هل سببه كان في حاجه اتعملت بالخطا او انا ما كنتش عارفها وقت الاكوزيشن ولا لا؟ لو كانت وقت الاكوزيشن برجع بعدل هنا. طب لو سببه توافر حاجات تانية ملهاش علاقه بالاكوزيشن، باخد اللايبيلتي ده خلاص كان التزام عليك وبتقيسه عادي بقى، هيزيد ولا هينقص؟ لو هو مخصص تعالجه كانه مخصص، لو هو فاينانشال لايبيلتي تعالجه وفقا للفاينانشال لايبيلتي، لو هو ايكويتي يفضل عندك بالتكلفه.
طب افرض الحق الشرط ما اتحققش خالص ومش هتدفع، هيتقفل عندك، هتقفله. هقفله خلاص. طب بعد ما يتقفل يا دكتور هنقلل الانفستمنت؟ لا خلاص، لا هتردوا في البروفيت واللوس. الحاله الوحيده اللي تقلل الانفستمنت لو كان نتيجه ايه؟ امبيرمنت. لا لو الانفورميشن وقت الاكوزيشن كانت المفروض عندي بس ما كنتش عارف. ماشي، لكن انت خلاص ده اصبح لابلت عندك مخصص يا جماعه، عندك مش انت عندك مخصص زمان؟ مش احنا كنا زمان خدنا مخصصات، كنت بتعمل مخصص بروفيجن. طب افرض الناس اما كنا بناخد الورنتي مثلا، كنا نعمل ديبت ورنتي اكسبنس كريدت ورنتي عندي مخصص. طب افرض الناس ما جوش صلحوا، اعمل ايه؟ برد على طول في البي ام بي واقفله حسب بقى. عشان كده قلنا ايه، كاني بستثمر بس بال 200,000. لا خلاص الاستثمار تم مش خالص يا بنت، دفعت 200,000. الاستثمار تم وانت خدت الاسهم بتاعت الشركه، خلاص انت خدتها. هو الشرط ده يعني ليه علاقه الشرط ده؟ الشرط ده مرتبط ان انا اسدد لك حاجه، ده بيبقى حاجه زي تحفيزيه ليك. بص حضرتك كده، عارف انت لما تروح تاخد من حد حاجه وتقول له ان شاء الله لو نجحت هديك الحلاوه معايا، هي دي لو نجحت هديك الحلاوه. بس انت دفعت الفلوس يعني خلاص، بس الترانزاكشن تمت خلاص، انت خدت حاجه وكل حاجه تمت. هي دي، عارف، هي دي لو نجحت هديك الحلاوه ان شاء الله. فهو بيعملها لي بفلوس كحافز. ايه الحلاوه دي؟ بفلوس ب 400,000. ماشي، ايه المشكله؟ هثبتها ازاي؟ هثبت ال 200 ازاي كانفستمنت وانا دفعتها؟ انا كانفستورز دفعت ال 200,000 وخدت كاش طلع من عندي وخلاص، وخدت اسهم بيها كمان. يبقى كده اثبتت بس بال 200,000 كانفستمنت عندي. لا يا فندم، ولا والله، وبتثبت كمان الكونتينجنت لابيلتي اللي عليك، وبتثبت كمان الكونتينجنت لابيلتي. يلا بينا تعالى نشوف الكلام ده مكتوب فين. التايب اوف كونسيدريشن، ذا كونسيدريشن بيد باي ذا بيرنت فور ذا شير، فور ذا شيرز، عشان تحصل على الشيرز الاسهم بتاعه السبسيدري، كان تيك ديفرنت فورم، ممكن تاخد اشكال مختلفه. تعالى ناخد الشكل الاولاني اللي هو كونتينجنت كونسيدريشن. قال لك ريكوايرز ريكوجنيشن اوف كونتينجنت كونسيدريشن ميجرد ات فير فاليو از ذا اكويزيشن ديد. كلمه ريكوجنيشن يعني هتسجله في الدفاتر يا بين، يعني هيتسجل، وبيتسجل بالفير فاليو في الاكوزيشن ديت. قال لك عرفنا ايه بقى الكونديشن كونسيدريشن از ايه؟ يوجوالي ان اوبليجيشن ذات اكواير يعني الشركه اللي هتستحوذ اللي هي المستثمر، تو ترانسفير اديشنال اسيتس، هحول لك حاجه اضافيه اور ايكويتي انترست تو ذا فورمر اونرز للملاك السابقين اللي هم بيمتلكوا الشركه اللي انا بشتريها، اند ذا اكواير في الاكواير في الشركه المستثمر فيها as part of the exchange، كجزء من الاكستشينج المبادله، في الكنترول ذا اكواري في سبيسيفايد فيوتشر ايفنت، لو حصل حاجه في المستقبل اوكر اور كونديشن اور ميت. هاويفر كونتينجنت كونسيدريشن اولسو مي جيف ذا اكواير، وده ممكن كمان الكونتينجنت كونسيدريشن يدي الحق للاكواير ان هو ياخد حاجه. يعني انا ممكن ايه اديك اصل او اديك فلوس واشترط عليك كمان، لو الشرط ما اتحققش انا اللي اخد منك فلوس مش انا اللي اديك فلوس. فقال لك ايه كمان؟ قال لك ذا اكواير ذات ذا رايت تو ريتيرن، من حق الاكواير اللي هو بيشتري يعني المستثمر تو ايه؟ تو ريتيرن، ان هو يرجع بريفيس ترانسفير، ان انا باخد منك فلوس كمان. يعني بعد ما اديتك ال 200,000 الكاش ممكن اقول لك لو انت ما حققتش ارباح خلال سنتين اخد منك جزء من المبلغ. تخيل. قال لك recognizes that IFRS 3 that by entering into acquisition the acquiree becomes obligated to make additional payment، هيبقى عنده هنا ايه؟ يدفع دفعات اضافيه. نوت بيقول لك ايه بقى عشان لو احنا خدنا راي زميلك في الاعتبار، نوت recognizing، لو احنا ما سجلناش الاوبليجيشن دوت اللي هو في شكل contingent consideration means that the consideration recognized as acquisition is not fairly stated، ده معناه ان انت لما سجلت الconsideration ما تمش ذكره بشكل فيه عداله. قال لك requires IFRS recognition of contingent consideration measured at fair value، هسجله يا بيبي الفير فاليو as the acquisition deed. طب انا لسه ما دفعتوش، بس هتسجله، وهتسجله امتى؟ في تاريخ ايه؟ الاكوزيشن ايه؟ ها؟ ديت الاكوزيشن ديت. ماشي، ده ممكن يكون على فكره
arguably ممكن يبقى في نقطه جدال زي ما زميلك كان بيجادلني دلوقتي يعني. بيقول لك الجدال ده بيجي بقى ايه؟ With how other form of consideration are fair value. ازاي انت هتقدر الكلام ده بالفير فاليو يعني؟ قال لك the acquirer may be required to pay contingent consideration in the form of equity or instrument. ممكن ما مش لازم ادفع لك كاش، ممكن هديك شكل اوراق ماليه او اديك اي اداه ماليه اخرى او اداه ماليه تمثل الدين او كاش. Debt instrument are presented. لو انت بتتكلم على ادوات ماليه بعرضها وفقا لمعايير رقم 32. Contingent consideration may occasionally be an asset. ممكن يكون ممكن assets. For example, the consideration has already been transferred and the acquirer has the right to return part. ان انا اكون اديتك فعلا الجزء الاصل دوت او الكاش، يكون من حق ان انا استرده. If an asset may occasionally be recognized in the respect of that right. لو تم تسجيل هذا ايه هذا الاصل. قال لك بعد كده البوست اكويزيشن بقى، لو حصل تغير بعد البوست اكويزيشن في الفير فاليو، اعالج التغير ده ازاي؟ اعالجه ازاي؟ على حسب انا كنت مسجله ايه، حاجه من ثلاثه. قلنا لو بروفيجن او اي فور اس 9. الاول ايه السبب؟ هل معلومات كانت المفروض تكون موجوده عندي وقت الاكويزيشن؟ الفير فاليو از تو اديشنال انفورميشن اوبتيند ذات افكت ذا بوزيشن ات ذا اكويزيشن ديت. Goodwill should be remeasured. لو change due to event took place after the acquisition date، في هذه الحالة يبقى عندك ثلاث ايه؟ ثلاث حالات. يا اما تسجله وفق الاي اف ار اس 9 او اي اس 37، او لو هو equity هيبقى نوت ايه؟ نوت measured. Exam focus. في ديسمبر 2016 exam consolidation question feature contingent consolidation. جه سؤال في contingent consolidation في 2016، كلكم يا جماعه هوم ورك ليكم، هتحل السؤال ده بعد اذنك النهارده، تروح او مش النهارده بقى بكره تحل 2016 ده. The fair value of the contingent consideration changed. حصل تغير في الفير فاليو، ونتيجه التغير دوت كان حصل نتيجه ان ايه؟ احداث حصلت بعد الاكوزيشن، وكان الكونتينجنت يقضي على معيار كام؟ اي اس 37. بيقول لك الاكزامينج تيم كومنتد ذات ماجورتي، معظم الكانديديت الطلبه يعني ما ادركوش ان التغير دوت حصل بعد الكونسيديشن ديت، وكان المفروض وللاسف راحوا عملوا ايه؟ الجود ويل. اكيد عدلوا في الجود ويل ده بالصح، هو يعملوا عادي جدا، يأكدوا كلامه مخصص ويسجلوا عادي كاكسبنس. اني واي ده نوع من انواع الايه. خلص كده خلاص، شكرا. طيب دكتور، حضرتك الشباب بيسالوا على الفورم بتاع الحضور، وفي شباب جداد منضمين عايزين. يبقى احنا كده يا جماعه خلصنا الكاش وخلصنا في ايه؟ الكونتينجنت كونسيدريشن. بفكرك بمنتهى البساطه، العمليه بسيطه مش محتاجه تعيد. من الكونتينجنت كونسيدريشن بسجله عندي كلايبيلتي تحت مسمى كونتينجنت لايبيلتي، وبسجله بالفير فاليو ميجرد ات ايه؟ ات اكوزيشن ديت. ولو حصل تشينج في الفير فاليو بنغيره عادي جدا، بس بتشوف ايه سبب التغير في الفير فاليو. هل نتيجه اديشن انفورميشن ات اكوزيشن ديت؟ ده بيتطلب ان انا بعيد الايه؟ الجود ويل، حساب الجود ويل. لو هو نتيجه تغير في حاجات معلومات بوست اكوزيشن، عادي جدا بشوف الكونتينجنت لايبيلتي اللي انا مسجله ده يمشي مع انهي معيار. لو بيمشي مع اي اس 37 بعالجه وفقا لمعيار اي اس 37، لو بيمشي مع اي اف ار اس 9 بعالجه وفقا لاي اف ار اس 9، مع ملاحظه لو كونتينجنت كونسيديشن ده يمثل ايكويتي، الايكويتي نوت ريميجر بتفضل زي ما هي، ما ينفعش اغير قيمتها خلاص بعد ما سجلتها. خلاص خلاص. النوع بقى الثالث من الكونسيديشن اسمه ايه؟ فاكرين عشان سي ديفيرد. الديفيرد كونسيديشن ده معناه ايه بقى؟ ده مش معلق على شرط، ده هيدفع، بس ان شاء الله هيدفع كمان شويه يعني، كمان سنه كمان سنتين. ده هتجيب له البريزنت فاليو، هتجيب له الايه؟ هتجيب له يا استاذ ايه؟ البريزنت ايه؟ فاليو، بس مش اكتر من كده. تعالى ناخد الاكزامبل على طول اللي في الكتاب، لان هو ده هيوضح لك الايه الموضوع بمنتهى البساطه. الاكزامبل اللي في الكتاب بيقول لك ايه؟ في الديفيرد كونسيدريشن ان اجريمنت، هيحصل اتفاقيه هدفع جزء مثلا كاش، مثلا يعني هدفع جزء كاش والجزء الثاني ممكن هكون هدفعه بعد فتره ايه؟ بعد فتره زمنيه. تعالى نشوف كده، تعالى نقرا الاكزامبل على طول. البيرنت اكوايرد كام في المية؟ 75%، دي بقى دي نسبه الملكيه. من السبسيدري 80 مليون دوت، يعني عدد الاسهم، يعني انا ال 75% في ال 80 من ال 80، 1 دولار ده البار فاليو. بس خلي بالك انا دفعت كام في السهم؟ 3.5. يبقى 3.5. يبقى وانا واقف دلوقتي بكلمك كده مع بعض هتضرب ال 75%
في ال 80 مليون اللي هي عدد الاسهم. الواحد دولار دي ما لناش دعوه بيها لان دي القيمه الاسميه. هدفع انا كام في السهم؟ 3.5. يبقى هتضرب 75% في 80 في 3.5، ده اللي هيدفع كاش. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وقال لك واتفقنا ان انا هدفع فيوتشر، فيوتشر 108 مليون دولار جانيور 1 2000 وكام؟ و17. يبقى هنا هندفع حاجتين، هندفع جزء كاش وجزء هيبقى ديفيرد، جزء هيبقى يا جماعه ها ديفيرد، صح ولا لا؟ مظبوط. ال 108 دول خد بالك انا اشتريت يوم 1/2016 وبعدين هدفع ال 108 يوم 1/2017، يبقى في سنه فرق، في سنه ايه؟ فرق. يعني ال 108 دول هيدفعوا بعد سنه، هيدفعوا بعد كام؟ بعد سنه. انا بعد سنه. 108 دول اللي هيدفعوا بعد سنه دول اسمهم ديفيرد كونسيدريشن، اسمهم ايه؟ ديفيرد كونسيدريشن. حلو الكلام، وضحت كده. يلا نعمل ستوب شير ونشوف اللعبه بقى. اللعبه بتاعتنا بتقول الاتي، ان انا 75% من 80 مليون سهم وهدفع في السهم كام؟ 3.5. هو اللي قال كده مش انا على فكره، لما تيجي تضربها دي على الاله الحاسبه تعمل لك 210 مليون. دول هدفع وقتي. وقال لك في كمان ايه؟ في هدفع بعد افتر 1 يير. ها هدفع افتر 1 يير، هندفع ايه بعد 1 يير يا عم؟ بعد انا عرفت 1 يير منين؟ لان انا اشتريت يوم 1/2016 وهدفع يوم 1/2017. هندفع كام بعد 108. وراح قايل لك ايه؟ قال لك الكوست اوف كابيتال، الكوست اوف كابيتال 8%. ليه تكلفه التمويل عنده 8%؟ دي عشان يقول لك ان انا احسب اجيب البريز فاليو، اجيب لها ايه؟ هتدفع بعد سنه، فهم جايب قيمتها دلوقتي، هم جايب كده ليه قيمتها دلوقتي؟ قيمتها كام دلوقتي؟ احنا خدناها زمان دي، او مقسم 108 مش كده؟ قسمها على 1.8. 1.08. وافتح قوس كده، قص واحد، قص واحد عشان سنه صح؟ اها. لو كانت سنتين يبقى كده. هتعملها دي تعمل لك كام بالظبط؟ هتساوي كام؟ 100. يبقى جه هنا قول 100. خلاص. كله معايا يا شباب ولا لا؟ يبقى الاستثمار ده واقف عليا بكام؟ 310. لو انت عايز تعمل القيد بتاعه هتعمله ازاي؟ هتيجي تقول والله ديبت اهو انفستمنت ان سبسيدري ب 310. خد بقى بالك من الكريدت يا بيه، هيبقى 2 كريدت، كريدت كاش دلوقتي ب 210، والكريدت الثاني هيبقى اسمه ايه بقى؟ ها ديفيرد لايبيليتي، ديفيرد لايبيليتي او ديفيرد كونسيدريشن عادي. تمام. بكام يا استاذي؟ ها بمية. القيد ده اتعمل امتى؟ في تاريخ الاكوزيشن ديت. اكوزيشن ديت، في الاكوزيشن ديت هو اتعمل القيد ده، اللي هو يوم كام؟ اللي هو كان في 1 يناير 2016. هتيجي بعد مرور سنه، بعد مرور ايه؟ بعد مرور ايه يا كابتن؟ بعد مرور سنة. ايه اللي هيحصل بقى؟ مين يقول؟ يلا ساعدني. هدفع المبلغ. لا مش هتدفع المبلغ. الاول هيحصل ايه؟ هيحصل فايدة. ازاي فايدة؟ في فايدة ايوه هتحصل. ايوه يا فندم. صحيح. انت عندك صحيح. المية دي شايفها؟ شايفها ولا لا؟ بيزيد بالفوايد. المية اللي هي الديفيرد دي لازم تزيد توصل لكام؟ 108. نسيت انت صح؟ مش كده ولا لا؟ فهيبقى عندك هنا في انترست اكسبنس، هيبقى عندك في انترست فيها اكسبنس. الانترست اكسبنس ده هيبقى عباره عن ايه؟ ان انا اخد ال 100 اضربها في 8%، ما هي ال 100 دي مسجله في الدفاتر ب 100. اضربها في 8% تعمل لك كام؟ تعمل لك 8 مليون. تعمل لك كام؟ 8. اكنك بالظبط فاكر زمان لما كنا بناخد حاجه بتطلع بديسكاونت؟ ايوه صح ولا لا؟ بالظبط كده. اكن بعمل حاجه اسمها ان ويندنج للديسكاونت بتاعي. ويتعمل ازاي الكلام ده؟ هو عامل قيد دلوقتي وانا واقف دلوقتي اقول في ديبت فاينانس كوست او انترست ب 8 وهو قال كريدت ازود مين؟ ديفيرد لايبيلتي. الديفيرد انا سميته ديفيرد كونسيدريشن ب 8. اصبح الديفيرد كونسيدريشن بكام حضرتك؟ 100 و 300 108
يا عم 318 جبتها منين انت؟ تعبني على 108 هيبقى 108 خليك معايا اهو اهو مدفع بقى. يبقى اقول ديبت الديفيرد كونسيدريشن ادفع ديبت 108 كريديت كاش بكام؟ 108. خلاص خلصت كده خلاص. يبقى دي فكره الديفيرد ايه كونسيدريشن. حد معترض؟ واضحه شباب؟ يس. خلي بالك الديفيرد كونسيدريشن مش معلق على شرط، هو هيدفع هيدفع، بس هيدفع بعد مرور فتره ايه، فتره زمنيه، فسجلته عندي بالبريزنت فاليو وبدات القيمه بتاعته تزيد لغايه لما جه ميعاد ايه سداده، فانا رحت مسدده. اي سؤال حتى الان؟ في سؤال لو سمحت يا دكتور، ممكن بعد اذنك؟ اتفضل يا بيه. لو الشركه دي اسم محمد، لو ايه، لو الشركه دي الانسان اللي حرك شركه اون ليست يعني متداوله في البورصه، تمام، انا كده الكوست بتاعتي شاري 75% تقريبا ب 310 مليون، صحيح؟ بتاع الشير. لو انا حبيت بعد سنتين عايز ابيعها كده الكوست بتاعت متوسط سعر السهم كام تقريبا؟ ولا حاجه. ما هو يا بيه هو اهو فين فين التقييد؟ ايوه هو ده لا مش دي، ايوه في الصفحه دي. بص حضرتك لحظه بس ده الانفستمنت صح بكام؟ مظبوط هو ده حضرتك 310. هو ده حضرتك، ده بيمثل 75% من الشركه صحيح؟ ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. يعني لو انت عايز تعرف عدد الاسهم تضرب 75% في 80 مليون يديك عدد الاسهم 60 مليون. يعني بس لو انا بعد سنتين او whatever بعد انتهاء الانفستمنت بعد سدد الشرط ده لا لحظه بس لا قول تاني عشان مش فاهمك. بعد سنه تقريبا انا هدفع تقريبا فهمت الشرط صحيح؟ هدفع ايه؟ القصة هتبقى عندي 300. هتبقى ايه يا فندم؟ بعد سنه هدفع تكلفه الشرط اللي هي ال 100 مليون 108 مليون. انت جبت منين كلمه شرط دي؟ الله يكرمك. انا قلت شرط؟ فين الشرط؟ لا التكلفه يعني بقيت تكلفه الاستثمار. ايوه هدفع المبلغ اللي عليا اللي هو الديفيرد اسمه ديفير اسمه كده ديفيرد كونسيدريشن. صحيح. انا اقصد لو الشركه دي اون ليست وهبيع الاستثمار ده في البورصه. ما تبيعه يا فندم؟ اللي النت بروفيت بقى انا اقصد اللي هسجله يا فندم. ما هو الانفستمنت ده تكلفته عليك يا فندم، ركز معايا الله يكرمك. ده الانفستمنت دي تكلفته يا فندم. تمام. لو هتبيع يعني انت هتبيع ده صح؟ صحيح. هي يا فندم تكلفته، عايز تحسب الربح او الخساره تحسبه على 310. اوكي كده تمام. ماشي. اي سؤال تاني يا فندم؟ اكمل. طب وال 8 مليون دول يا دكتور مش هيخشوا معانا من ضمن التكلفه؟ يا عم ال 8 مليون دول اتدخلوا راحوا فين؟ اسم حضرتك راحوا فين؟ راحوا البروفيت اور لوس. طيب خلاص انت عايز ايه؟ خلاص بروفيت اور لوس خساره عليك، فوائد تمويل. لان انت كان المفروض لو كان المفروض لو انت اشتريت كاش كنت دفعت كام؟ 310. بس خلاص هو ده سعر الكاش. الاستثمارات دي ثمنها 310. انت راجل بتقسط، حد احنا مالنا ما تقسط بقى، دي حاجه ترجع لك انت. فهمت؟ تمام يا فندم. الاستثمارات ثمنها دلوقتي 310. كونك بقى في فوائد والكلام ده، الفوائد بتخش اكسبنس عادي، مصروفات تمويليه. مصروفات ايه؟ معلش يا دكتور، هو الديبت فاينانشال كوست ده اللي هيروح عند البي ان دي ال صح؟ فاينانس كوست هي انترست اكسبنس، للناس اللي بتاخد معاها من الاول عارفه هي المفروض انترست اكسبنس، بس احنا بنستخدم مصطلح فاينانس كوست اكتر في الايفرس. هي دي ما انا كاتب، هي يا جماعه ما هي كاتبه اهو ديبت فاينانس كوست بي ال كريدت ديفيرد. اي سؤال تاني؟ شكرا. اكمل اخر حاجه اخر حاجه بقى اخر حاجه عشان نخلص الجزئيه دي. رقم 3 لا رقم 4 بقى. لو حصل ايه الشير كونسيدريشن، لو حصل شير ايه اكستشينج، خد بالك انا بشتري باخد اسهم، انا اللي باخد اسهم
فالاسهم اللي انا باخدها هسجلها ديبت ايه؟ انفستمنت. ديبت انفستمنت عادي، اشتريت اسهم في شركه ماشي ان اس اوكي. لما اجي ادفع بقى مش هدفع كاش، ولا هقول لك في كونتينجنت كونسيدريشن، ولا هقول لك في ديفيرد كونسيدريشن. امال ايه يا عم؟ انا هصدر لك اسهم من عندنا، ايه رايك؟ يعني هاخد منك اسهم وفي المقابل انا كشركه هصدر اسهم من عندنا. انا بقى لما باجي اصدر اسهم من عندنا، الاسهم اللي انا بصدرها دي هيبقى اسمها ايه؟ شركه مثلا بصدر اسهم راس مال. صعبه دي يا فندم؟ بس يبقى خدت اسهم مقابل اسهم، خدت اسهم في الشركه السبسيدري سجلتها انفستمنت، وانا اللي هصدر لك اسهم من عندي. الاسهم اللي من عندي لما باجي اسجلها في الدفاتر دائما وابدا بسجلها البار فاليو. دي اسهمي انا بطلعها لازم تتسجل عندي بالبار فاليو. والانفستمنت لما اجي اسجله، الانفستمنت لما اجي اسجله لازم اسجله بالفير فاليو. ونعمل ايه في القيد بتاعنا بقى؟ نعمل فيه ايه؟ نوزنه. اوزنه. توزنه هنا ولا توزن بره؟ عندك يا دكتور. تعالى نوزن هنا، توزن هنا هتلاقي الفرق، الفرق هيجي لك في الجانب الكريدت وانت مغمض، دايما هيجي لك في الكريدت. لو جالك في الكريدت هيبقى اسمه ايه بقى؟ علاوه اصدار، هيبقى اسمه ايه؟ بيدنج كابيتال. بريميوم. بيدنج كابيتال ده لو انت بتدرس سي ام 100 والسي بي اي. لكن في الاي فور اس بنسميه بريميوم. شير بريميوم يعني علاوه اصدار. وده هيجي ايه بقى؟ بلاج. بلاج يعني ايه؟ مكمل. يعني نتيجه الم. يبقى خلاص كده، يبقى هي دي فكره الشير. يبقى انا هاخد اسهم وفي المقابل اطلع ايه؟ اسهم. تعالى نشوف الاكزامبل ده. خلاص خلصناه بالارقام، واديتك انا القيود بتاعتك وهو الديسكاونت عملنا له ويندي، خلصت خلاص. يلا ناخد الشير اكسشينج، ناخد الاكزامبل هنا. قال لك ذا بيرنت اكوايرد، خدنا 12000 واحد دولار سهم. يبقى انا يبقى عدد الاسهم اللي انا خدتها كام؟ 12000. بس هطلع خمسه من ماي اتس اون اون واحد دولار شيرز فور افري اربعه شيرز ان ذا سبسيدري. يعني ايه بقى؟ يعني انا هيخش لي اسهم كانفستمنت، خد بالك من الحته دي عشان نفهمها، 12000 سهم. في المقابل انا هطلع من عندي اسهم، بس الاسهم اللي هطلعها عباره عن ايه؟ عباره عن 5 على 4 لكل سهم. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هطلع كام سهم في الاخر؟ يعني اضرب ال 5 على 4 في كام سهم؟ 12 في 5 على 4. يعني اكنك هتطلع كام سهم؟ 15. يبقى في الاخر انا هطلع 15. يبقى ال 12000 سهم اللي اخدهم انا هدي قصادهم 5 على 4. ف 12000 في 5 على 4 يعني 15000. يبقى ده اللي انت هتاخده. وده اللي انت ايه؟ هتطلعه. حد معترض؟ اللي انت هتطلعه ده هيبقى اسمه شير ايه؟ شير كابيتال اللي انت هتصدره. واللي انت بتاخده هتسجل كانفستمنت. طيب. نكمل. قال لك ايه بقى؟ The market value of the parent company شير كان كام؟ كام الماركت فاليو؟ 6. والبار فاليو كان كام بتاعها؟ 1. يلا بقى نلعب اللعبه بتاعتنا. هاجي اقول والله اقول ديبت انفستمنت ان اس وكريدت شير كابيتال 15000 سهم هيطلع في واحد اللي هي البار فاليو. احنا قلنا بار فاليو بكام؟ ب 15000. حد معترض؟ لا يا دكتور تمام. والانفستمنت ان اس خلي بالك انا طلعت 15000 بس بكام بقى الفير فاليو؟ قال لك في السؤال 6. 6 يعني 90000. يبقى 12 يا دكتور مش 15. لا يا فندم انا طلعت كام؟ سهم فوق الانفستمنت اند اللي هو جاي لي اللي هو اللي انا اشتريته ب 12. ايوه ليه بس ال 12000 دول؟ بص حضرتك انت خدت، سيبك ما خدتش 12000، انت خدت عربيه، ما خدتش اسهم مكانها، خدت عربيه. العربيه دي لما خدتها انت طلعت مقابلها كام سهم؟
وال 15000 سهم دول ثمن السهم في السوق كام؟ ستة. ركز معايا، ثمن السهم في السوق كام؟ 6. يبقى العربيه دي وقفت عليك بكام؟ الو 90 كام؟ 90. طب استنى، 15 اشتريت اتوبيس، اشتريت اتوبيس وجيت تدفع، دفعت طلعته في المقابل 15000 سهم والسهم قيمته في السوق 6، يبقى الاتوبيس ده كان واقف عليك بكام؟ انا بقيم على السعر السهم اللي انا مطلعه انا طبعا بتاعت انا طبعا مش اللي انا اشتريته طبعا. استنى يا عم، اشتريت بقى ايه؟ اربع عربيات وفي المقابل طلعت 15000 سهم والسهم قيمته في السوق 6 جنيه، يبقى الاربع عربيات دول واقفين معاك بكام؟ ب 90000. المفروض انا بقيم على سعر السهم اللي انا مطلعه انا سعر طبعا السوق. طبعا ماشي، يبقى بقيم على سعر السهم اللي انا ايه طلعته. انا بس بقى اشتريت بقى 12، خدت انا 12000 سهم في شركه سبسيدري بس في المقابل طلعت 15000 سهم والسهم ب 6 جنيه او 6 دولار، يبقى ال 12000 اللي خدتهم دول واقفين عليا بكام؟ 15 في 6 بس، وده الكونسيدريشن. اعمل ايه بقى؟ بريميوم بلاك 75. بس هو البلاك ده نسيت اسمه، زميلك بريميوم او شير بريميوم. ماشي بريميوم او شير بريميوم على علاوة اسهم. البلاك ها كامل بلاك مش عارف بقى تلعب كام؟ 75 اللي هي عباره عن 15000 لو انت عايز بقى تظبطها اكتر. 6 ناقص 1 75000، يبقى ده اسمه ايه الشير؟ اي سؤال؟ شكرا خلاص خلصنا. نكمل بقى المره الجايه، بغض النظر بقى عن الكونسيدريشن ترانسفير باي طريقه، بغض النظر عن الكونسوليديشن ترانسفير باي طريقه، انا بقى المره الجايه لما اجي اشتغل معاك في الكونسوليديشن، لما نيجي بقى نعمل الجود ويل، هاجي اقول لك الشركه دفعت كونسوليديشن خلاص بقى، بغض النظر عن الطريقه بتاعته. الكونسوليديشن دوت اللي هي لما دفعته سجلت في الدفاتر قصاده حاجه اسمها ايه؟ انفستمنت ان سبسيدري. ان سبسيدري هو ده الانفستمنت ان سبسيدري، هو الكونسوليديشن هو المبلغ اللي اتدفع، وده بيتسجل في دفاتر الشركه مين؟ الانفستور البيرنت او الاكوايرر او whatever بقى. خلاص هو ده اللي انا عايزه. المره الجايه نبدا على طول محاضرتنا، اقول لك ازاي نحسب الجود ويل، او حاطط لك على ايدك الشمال الكونسيدريشن ترانسفير، احط لك على ايدك اليمين النت اسيتس بتاع الشركه اللي انا استحوذت عليها، واطلع لك الفرق ونشوف الجود ويل بتتحسب ازاي المره الجايه. المره الجايه بقى هيبقى في شغل مهم. عظمه يا دكتور. ماشي كده خلاص، احنا كده خلصنا دي كمان. خلاص كده خلصنا، ما تيجي ناخد الايشو كوست دي بالمره. يلا بينا، يلا ناخد الايشو كوست بالمره عشان ايه نبقى ايه قفلنا الحته دي. الايشو كوست، الايشو كوست معناها ايه بقى؟ اللي هي تكلفه الاصدار او تكلفه انهاء المعامله، وهي المفروض الصح ان انا اقول الاكسبنس اند ايشو كوست. دلوقتي حضرتك وانا بشتري الشركه السبسيدري بتاعتي دي، مش انت لما بتروح تشتريها بتجيب محلل مالي وتجيب محاسب وتجيب محامين عشان يشوفوا القوائم الماليه بتاعت الشركه وتعمل شغل كده ولا لا؟ صحيح. التكاليف دي نعمل فيها ايه بقى؟ بس هل تعتبر جزء من تكلفه الاستثمار يعني كابيتالايزد، ولا اسجلها نقلل بيها الشير بريميوم؟ نقلل بيها الشير ايه؟ الشير بريميوم. فقال لك ايه بقى؟ تعالى نقول الحته دي كده في الجزئيه البسيطه دي، نخطفها هنا كده. قال لك احنا هنفرق، هو حتى في العنوان فرق بين ايه؟ قال لك كده هتلاقيه بيقول لك يا اما اكسبنسز يا اما ايه؟ ايشو كوست. ايه يا عم ايه هو ايه في فرق بينهم ولا ايه؟ قال لك بص، الاكسبنس اللي هي زي مين؟ زي الحاجات اللي هتديها لللويرز، اللويرز هم المحامين، الحاجات اللي هياخدها الاكونتنتس المحاسبين، دي الحاجات العاديه دي اكسبنس على طول بيه. يعني تروح حساب مين؟ بروفيت لوس. يعني نوت كابيتالايزد، كنا زمان نحطها جزء من تكلفه الاستثمار، لا مالهاش علاقه بالاستثمار، نوت كابيتالايزد. ماشي كده؟ حلو الكلام؟
طب افرض انا في الحاله بتاعت اللي اخر حاله قفلناها دي اللي هي عن طريق شير اكستشينج، وعشان اخد الاستثمارات انا عملت لك ايه؟ طلعت لك ايه؟ طلعت شير كابيتال. عشان تطلع الشير دي على فكره دي قصه، انت بتروح تسجل الاسهم دي مش عارف في هيئه سوق المال، بتدفع رسوم تسجيل ليها وهكذا، مش كده حضرتك ولا لا؟ فقال لك لو انت بتتكلم على ايش كوست ليها علاقه وقبلها جمعيه عموميه اعتقد كمان. نعم؟ وقبلها بتعمل جمعيه عموميه بالزياده دي قبلها كمان تكاليف يعني. لو انت بقى ايش كوست اللي هي ليها علاقه باصدار الاسهم، ايش كوست بتاعت الكابيتال شير ماشي كده؟ قال لك الاكسبنس دي او الكوست دي هتعمل لها ايه بقى؟ هتخصمها من مين؟ من الشير بريميوم. هتخصمها يا استاذ ايه؟ من الشير ايه؟ بريميوم. يعني هتبقى ديدكتد او بين قوسين هتبقى ديبت، يعني لما تيجي تعملها كود هتبقى ديبت من الشير ايه؟ من الشير بريميوم. تخصمها من علاوه الايه؟ الاصدار. يعني بدل ما تعمل هنا، لو انا شغال هنا، لو انا شغال هنا هعمل ابتدى اقول في ديبت بروفيت اند لوس او اكسبنس كريدت كاش، خلاص دي اكسبنس على طول وتروح في البروفيت اند لوس. لكن لو انت شغال هنا هتقول ديبت، ها تاخد من مين؟ شير بريميوم، من البريميوم، وتقول كريدت ايه؟ الكاش. بس شكرا خلصنا كده. ادي دكتور هو كده كده اصلا هو يعني هو اتحمل الاثنين، يعني هو اتحمل البريميوم وتحمل الكوست، فازاي يخصمهم من بعض؟ ازاي اتحمل البريميوم؟ مش هو اتحمل البريميوم دوت، البريميوم ده اكنه هو تشارجز عليه فين يعني؟ ازاي يعني؟ يعني القيد اللي فوق دوت اللي هو البلاج ده، البريميوم ده مثلا اللي فوق ايه؟ اللي فوق يا ريس. البريميوم ده مش هو كده كده اوريدي اتحمله. طيب والكوست برضه هو اتحملها؟ لا بص يا استاذ، البريميوم ده بيظهر فين؟ ايوه بالظبط في الدفاتر البيرنس. ايكوتي في الدفاتر البيرنس. ايوه فين يعني؟ فين في الميزانيه يعني؟ الايكوتي. في الايكوتي يعني عامل ايه في الايكوتي؟ كريدت. ايوه يعني بزود الايكوتي صح؟ مظبوط مظبوط. فطبيعي لما بعمل مصروف، المصروف بيعمل ايه في الايكوتي؟ بيقلل الايكوتي. بس فانا كل اللي عملته ان انا قللت الايكوتي، بس خدت من حساب مين؟ البريميوم. بس هي كده، هي هو على فكره هو اكنه بالظبط المصروف ده لما جيت حمله بدل ما احط، بس خده على طول، بس خده من الايكوتي على طول. بس مش أيوة معناه أيوة ان هو اتحمله مرتين. ايوه فهمت قصدك. ماشي شكرا لحضرتك، خلصنا كده خلاص. شوف كده الايشو كوست، يلا الاكسبنس اند ايشو كوست. قال لك اكسبنس اوف ذا كومبينيشن، هو ممكن يبقى مزيج من اسف كومبينيشن يعني الاندماج. خلي بالك احنا بنتكلم على بيزنس كومبينيشن، اندماج الاعمال. قال لك such as lawyers and accountant fees are written off. written off يعني بتبقى اكسبنس على طول. كلمه written off as incurred دي بتبقى اكسبنس او بتروح البروفيت الرص. الرص. however IFRS 3 requires that the cost of issuing equity تكلفه اصدار الاسهم تعتبر deduction، بخصمها from the proceeds of the equity من حصيله الايكوتي ايشو. shares issues cost تكاليف اصدار الاسهم مالها؟ will the fund to be debited. هتبقى ديبت. ديبت لمين؟ الشير بريميوم. هتبقى ديبت ليه يا جماعه؟ الشير بريميوم على طول. اكونت. شكرا. انا اكتفي بهذا القدر النهارده. ستوب. وعلى فكره دي قاعده عامه على فكره، في اي حته انت طالما انت بتصدر اسهم بشكل عام، بقى افرض شركه بتصدر اسهم بشكل عام. وفي طريق اصدارها للاسهم اتحملت مصاريف ايشو كوست. عادة بناخد الايشو كوست دي بنخفض بيها الايه؟ البريميوم. بنخفض بيها يا جماعه ها البريميوم. دي قاعده عامه ماشي؟ تمام. ستوب. ان شاء الله المره الجايه بقى نكمل الكونسوليشن، بس لازم تكونوا مذاكرين اللي احنا قلناه ده. تسلم يا دكتور، فتح الله عليك.